فهيام وعايشك اختي عايشة. نقدر نبدأ؟ أيوة بس نستنى مهندس أسامة بس لحظة، أنا شايفة أنه هو بيعمل بيدخل دلوقتي. مهندس أسامة، مش لسه موجود اهو. أنا موجود. أوكي السلام عليكم ورحمة الله أيوة، وبركاته. عليكم السلام. بنرحب بالجميع، وإن شاء الله تبقى محاضرة ممتعة. إحنا إن شاء الله الباشمهندس علاوة والباشمهندس كوثر هيتكلموا في موضوع البيم مانجمنت وأهميته، وأهمية إن إحنا نشتغل بالستاندرد، وإزاي الشركات تشتغل بيه، وايه المشاكل اللي ممكن تواجه الشركات وتخلي من تطبيقه في مشاكل. يعني التكنولوجيا قوية جدا، بس ممكن لو انت طبقتها غلط ما تقدرش تطلع المشروع في ميعاده، فده يعمل لك مشاكل. فالباشمهندس سامة مجمع المشاكل اللي واجهت موضوع التبني البيم او البيم امبلمنتيشن، وازاي نتجنبها وازاي نتغلب عليها، وازاي المكاتب تبدأ تتجه لموضوع تبني البيم. فباشمهندس سامة حضرتك موجود؟ بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أولا أحب أرحب بالحضور وإتاحة الفرصة الجميلة دي إن احنا نكمل مع بيم أرابيا، إن احنا نعمل حاجة برضو نوضح بيها بعض الأمور الأساسية في البيم، ونستعرض المشاكل اللي احنا واجهناها في تطبيق البيم ستاندرد او البيم عامة، ونقول لكم احنا طلعنا بايه الكونكلوجن في خلال سنين عمرنا من اول ما بدأنا رحلتنا مع البيم في 2006 الى الان. ف الحمد لله، يعني ربنا يوفقنا، وطبعا بشكر مهندس عمر لإتاحة الفرصة دي لينا كلنا ان يبقى في تفاعل وفي محاضرات تقريبا يومية مفيدة لكل الناس في الشرق الأوسط. فأشكركم وأرحب بكم جميعا. وحضرتك باشمهندس كوثر، اتفضلي تعرفي نفسك. اوكي شكرا. انا معكم كوثر جدة من تونس، سي او بيم تونيزيا. بدينا انا موجودة هنا باش نمثل كيما نقولوا الجالية بتاع شمال افريقيا والجالية الفرنكوفونية. صحيح انه الموضوع باش نتكلموا عليه البيم مانجمنت، باش نتكلموا عليه بالمصري أكثر مع فوكابولير تكنيك بالإنجليزي، مي لكن أنا باش نكون موجودة هنا بوغ أسيستي توس دون تو سكي كونسير معناها لي فوكابولير تكنيك ولا تو سكي دون تو لي ديفيكولتي أون فرونسي. ألوغ جو ريبيت أون فرونسي، جو سوي كوثر جدة سي او بيم تونيزيا، جو سخي لاسيستونس إيسي بوغ assister toutes les personnes francophones qui peuvent avoir des questions par rapport à la présentation. Je ne crois pas qu'on va avoir beaucoup de problèmes par rapport au dialecte égyptien ou les vocabulaires techniques anglais, mais quand même, si vous avez des questions, je serai toujours là-bas. Je suis toujours ici.
Et Monsieur Oussema va parler des BIM management, l'importance des normes dans le BIM management, l'application des normes, les problèmes et les difficultés qu'on trouve d'habitude dans l'implémentation du BIM dans les sociétés, les grandes sociétés, et des choses qu'on, les sujets, les lignes qu'on doit respecter à l'avance avant de commencer le BIM, l'implémentation BIM, pour pouvoir gagner beaucoup de temps d'expérience dans notre process BIM. Alors, je laisse la parole à Monsieur Oussema. Et voici. Marhaba. طبعا انا احيي باشمهندسه كوثر على اللغه الفرنسيه. عايشك عايشك. انا Sachant que بس ممكن يعني بس أقطعك بس لحظة يعني أنا بس للتعريف. My French is not perfect. Mon français n'est pas parfait. Pardon. Vraiment معناه سامحوني. Mais on essaie toujours de معناها نوصل المعلومة. L'important c'est de c'est l'information. D'accord? بس اتفضل. اهلا اهلا بيكم. طبعا انا الفرنسي بتاعي زي الصيني بتاع حضراتكم، بس اقدر افهم شويه يعني. انما انا في الانجليزي الحمد لله، يعني كنا بندي دورات باللغه الانجليزيه للمالتي ناشونال انجينيرز اند درافتس مان ان اور كومبانيز، وشويه الماني. بسم الله، نتوكل على الله. رب اشرح لي صدري، يسر لي امري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عايز اوضح حاجة في البداية كده، ان المحاضرة النهاردة هي ليه المكاتب والشركات بتفشل في تطبيق البام. ودي عن خبرة كبيرة احنا قطعناها، وشوط كبير قطعناه في تنظيم وتطبيق البام. احنا عايزين نوضح الامور دي، نبين اهميه استخدام البيم ستاندرد. يعني المحاضره دي احنا مش هنبين اهميه البيم. مهندس عمر ما شاء الله في بيم ارابيا في محاضرات كتير بينت البيم، مفردات البيم، اهميه البيم، ولكن والبيم تولز عامه. ولكن طب احنا بقى ناخد ده ونطبقه ازاي؟ طب الشركات كيف تنجح الشركات والمكاتب الاستشارية في تطبيق هذه التكنولوجيا؟ أوكي؟ ولماذا الشركات تفشل الشركات في تطبيق التكنولوجيا دي؟ ولنا أمثلة كثيرة في هذا الأمر، في شركات فعلاً بدأت تفكر إنها تحول إلى تكنولوجيا البم بغض النظر عن استخدام التول، وفي مرحلة من مراحل البروجريس بتاع المشروع بتفشل نتيجة المشاكل اللي هنقول عليها، اوكي، وتضطر انها تحول المشروع الى كاد علشان التأخير وعلشان مشاكل التسليمات، واذا كان في العقد شرط جزائي او من هذا القبيل. ودي حصلت لها أمثلة كثيرة، احنا قابلناها مع مكاتب وحصلت كتير وفي مشاريع بالنسبة لهم. وللأسف دي طبعا من المشاكل اللي بتخلي عجلة تطبيق البيم ليست بالسرعة الكافية. أوكي، في حد بيقول إن الصوت في مشكلة، هل في مشكلة في الصوت؟ في مشكلة في الصوت يا جماعة؟ اوكي، هعمل شير السكرين، اوكي، وادخل على البرزنتيشن. احنا هنتكلم الاول عن احنا مين. احنا شركة اي بي دي ام، انوفيتيف بيم ديفلوبمنت اند مانجمنت.
اتأسسنا في 2014، والحمد لله إلى الآن بنطبق الكاد والبيم ستاندرد في مصر وفي خارج مصر. لينا كلاينت داخل مصر وخارج مصر. من بدايات الكاد ستاندرد والبيم ستاندرد، بالإضافة للتريننج وعمل المشاريع. أوكي. واحنا كمان بريكس اوفيشال ريسيلر، ايجيبشن ريسيلر لبريكسس، هو سوفت وير. البريكسس هو سوفت وير او بيم تول بيزد اون دي دبليو جي فايل، معتمده على الدبليو جي فايل ومعتمده على الارتفيشال انتليجنس، وبالتالي سهوله استخدام السوفت وير ده انه لو انت عندك خبره الاوتوكاد لن تهمل خبره الاوتوكاد، لو عندك خبره في ال 3 دي اوتوكاد لن تهمل هذه الخبرة، وبالتالي انك تحول للبيم لما تتعلم السوفت وير ده انا محتاجك يومين بس او ثلاثة بالكتير تقدر تتعلم التول الخاصة بالبيم على البرنامج البريكس، وهو معتمد على الارتفيشال انتليجنس. دي الشركات اللي احنا قدمنا لها الخبرات او قدمنا لها كانت كلاينتس بتاعتنا. مكتب عبد الوارث، زهير فايز لينا خبرة والله الحمد كنا شغالين فيه قعدنا أكتر من 13 سنة. RMC رأفت ميلر هي American Egyptian Company برضو. Distant Studio LDP همان في السعودية، بنيان في Consultant Office in Dubai. والحمد لله قدمنا خدماتنا لشركات كتير سواء بتطبيق الكاد ستاندرد أو البيم ستاندرد أو التريننج أو عملنا مشاريع في مصر، وبرضو مع بالم هيلز دي اللوجو بتاع الشركات اللي احنا عملنا لها شغل قبل كده، والحمد لله كانت ناجحة بشكل كبير بفضل الله. البرزنتيشن أجندة بقى، ندخل في الموضوع بتاعنا. أول حاجة أنا عايز اتكلم فيها هو ريتيرن اوف انفستمنت. بمعنى ايه؟ بمعنى انت دلوقتي زي ما هنشوف هتبذل مجهود وهتبذل وقت وهتدفع فلوس تكلفه على هذا المجهود اللي هتعمل بيه هذا البيم ستاندرد او الكاد ستاندرد وتفر عشان تطبقه في المكتب عندك، بغض النظر عن اعداد اليوزرز، بغض النظر عن الأقسام الموجودة، أوكي، بغض النظر عن الفيزيكال لوكيشن للمكان. يعني أنت ممكن نطبق البيم ستاندرد ده على مكتب في مجموعة من الأقسام في مكان واحد أو في أكتر من مكان داخل الدولة، أو حتى لو كان المكتب ليه فروع مختلفة في أكتر من دولة. أوكي، فالأول أنت ليه بتعمل البيم ستاندرد؟ علشان تقدر تنافس في السوق في الشرق الأوسط وتقدر تكسب بروجكت معتمدة على البيم تكنولوجي. أوكي؟ طيب أنا هصرف إيه المفروض يعود عليا as a return of investment؟ ده اللي هنتكلم فيه. طيب هتكلم عن الانترودكشن تو بيم أو كاد بيم سوفتوير تولز، اللي إيه هي الهوريزونتال سوفتويرز والفيرتيكال سوفت ويرز واستخدامهم، والاوبن بيم بقى يا جماعه هنتكلم عنه، عندي فكره عنه كده. الاوبن بيم او الاوبن كاد من قبل كده اللي هي الانتروبابيلتي والكولابوريشن بتوين السوفت ويرز اللي شغاله في المجال الخاص بينا. اوكي، احنا طبعا لو في اي اسئله هنأجل الأسئلة وممكن نبعتها وبعدين نبقى نحل أو نجاوب على الأسئلة دي إن شاء الله. بعد كده بقى إيه هي الكومبوننت بتاعت البيم ستاندرد سواء كاد أو بيم؟ وعلى فكرة اللي بتكلم فيه إن شاء الله النهاردة الفكرة نفسها، وتقدر بنفس الكونسبت تشتغل على الكاد بمفرداته سوفت وير الكاد او التولز الخاصه بالبيم. اوكي،
والاستراكشر بتاعها. ازاي نطبق البيم، البيم امبلمنتيشن استراتيجي، و ايه هي السنتراليزيشن، نجمع الناس ازاي مع بعض، ازاي الناس تشتغل on the same project اونلاين من غير ما يبقى في حد بيشتغل في اتجاه ومنفصل عن بقية الأقسام. هنعرف أهمية الريفت وورك فلو أو الموديل وورك فلو والفرق بينه وبين البروجكت وورك فلو، أوكي، في أثناء مرحلة الديزاين، أوكي. وبعد كده نبين في الآخر البيم مانجر والبيم كوردينيتور ديوتيز وإيه الديفرنسز بينهم، لأن هنا في المنطقة العربية أو يمكن في مصر الاثنين مختلطين ببعض شوية، ولكن هنبدأ نوضح الأمور دي إن شاء الله في أثناء البرزنتيشن إن شاء الله. طيب أنا هاجي هنا هتكلم الانجينيرينج ديزاين سوفتويرز. يا جماعة في عندي راستر إيمجز سوفتويرز وفيكتور سوفتويرز، وفيكتور سوفتويرز بتعتمد على الاكس والواي والزد، اوكي. والراستر ايمجز هي السوفتوير تولز بتاعت الفوتو اديتنج وغيره من السوفتويرز، بالاضافه للموفي اديتنج وهكذا. طب الفيكتور سوفتويرز بتنقسم الى نوعين، في هوريزونتال وفي فيرتيكال. الهوريزونتال اللي هي بنقول عليها السوفتويرز اللي بتغطي مجموعة من الأقسام مختلفة. طب أنا عشان أغطي مجموعة من الأقسام مختلفة يبقى السوفتوير تول دي لازم توفر لي الأدوات اللي أقدر بيها أنتج رسمة تنطبق على هذه الأقسام. يبقى في الحالة دي هرجع لإيه؟ للبرميتيف أوبجيكس. برميتيف أوبجيكس يعني كما لو كنت أنا برسم على لوحة ولكن اسمها electronic sheet، يعني أنا السوفتوير ده لازم يوفر لي البرميتيف أوبجيكس زي circle, line, arcs, rectangles، البرميتيف elements أو الelements الأساسية اللي أقدر أكون بيها أي شكل، أوكي؟ زي إيه؟ زي الأوتوكاد، زي البريكسكاد، زي الزي دبليو كاد، زي السوفتوير الخاص والماجيك كاد وهكذا، شفتوا السوفتوير الخاص بالكاد اللي هو بيشتغل على الدي دبليو جي فايل، اوكي، والدي اكس اف فورمات. طيب الفيرتيكال سوفتوير اللي هي بتخص مجال معين، بتختص بمجال معين زي الميكانيكال سوفتويرز، زي الكونستراكشن سوفتويرز، كونستراكشن او الديزاين بيلدينج ديزاين سوفتويرز زي الريفيت والاركيكاد، البريكسكاد، بيم، التكلا، كل السوفتويرز اللي بتنتج لي انتليجنت اليمنت علشان اخدم تخصص معين، سواء كان عماره او مدني او الكتروميكانيكال او لاندسكيب او تيفر او سيفل. السوفتويرز دي بتيجي المفروض بديفولت لايبرري خاصه بيها، الديفولت لايبرري دي لكل قسم لحاله. وبرضو عندنا كمان الاوتوكاد اركتكتشر والاوتوكاد ميكانيكال، وكانت دي في بدايه من 2002 ل 2006 كنا قطعنا شوط في الاوتوكاد اركتكتشر والميكانيكال علشان نطبق البيم، ولكن اوتوديسك لما اشترت الريفيت وقعدت فترة وبعد كده بدأ الريفيت يظهر نجمة أو أوتوديسك بتساوي الريفيت، كان بدأ ينتشر بقوة في 2005-2006، وحتى كمان عملت البيلدينج سويت اللي هي بقى الريفيت معاها بالإضافة لمجموعة من السوفتوير تسوق ليها. وكان ليها شرف إن أنا في فترة من الفترات في شركة من شركات المالتي ناشونال إني قدرت أحول الشركة دي، والسوفتوير لايسنس بتاعتها كان بما يقرب من 800 ألف يورو في الفترة دي، كان في 2010-2011 حاجة زي كده بالبيلدينج ديزاين سويت. طيب احنا كده اتكلمنا عن ايه هي الهوريزونتال والفيرتيكال تولز.
معلش هتكلم في دي بسرعة، ويمكن كلنا عارفين الكيرف ده واتشرح كتير، بس يعني هشرحه بسرعة علشان اللي يهمني الاوبن بام دي اللي تهمني جدا وعايز اتكلم فيها، الكروبابيلتي او الانتروبيلتي بتوين السوفت ويرز قبل ما ندخل على البيم ستاندرد تولز. الكيرف او الماتيوريتي ليفل لتطبيق مش البيم بقى، من اول استخدام الكمبيوتر او كمبيوترايزد في من ايام الكمبيوتر ايديد ديزاين، طبعا الكاد اللي هي البرامج او الـ 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 الادوات اللي احنا بنتكلم عنها، زي في الدروينجز بنتكلم عن الارك واللاين والتكست وما يخص التولز الخاصه بالبرزنتيشن على اللوحه، بالاضافه للتولز اللي بتخليني اقدر ارسم اللوحه، وكلها كانت تعتبر دامي elements، يعني العمود هو مش عمود، الحيطه هي مش حيطه، ما نقدرش نضيف انفورميشن على الاليمنت نفسه، ولكن كنا بنتحايل باستخدام السوفت وير ديفلوبمنت من خلال الاي بي اي او من خلال لغه الليسب بروجرامينج او الفي بي اي علشان نضيف مسحه ذكيه على اللوحه علشان اخراج الجداول تكون اوتوماتيك، لو في تعديل في اللوحه نقدر نخرج التعديل دون والبلوكس اللي طلعت بالداتا اللي فيها تطلع شبه اوتوميتد علشان نبقى عارفين بالتعديلات اللي بتحصل. ولذلك كان مين اللي لازم ندخل بروجراماتيكالي ونحل بالسوفت وير ديفلوبمنت بالبلجنز عشان نحل المشكله الخاصه بال2D. بعد كده ال 2D وال 3D مع ظهور برضو عندي ال ISO او قبل ما يبقى ISO يعني البريتش ستاندرد، وكان الناشونال كاد ستاندرد برضو بنستخدمه بقوه، والامريكان انستيتيوت فور اركتكس الجايد لاينز الخاص باللايرز، وهو اللي يمكن منتشر اكتر خاصه في السوفت وير الاوتوكاد، الاي اي اي layers guideline، ودي موجودة في National CAD Standard كنا بنستخدمها وبنوحد الشغل وقطعنا يعني فوق 10 سنين بننتج بالNational CAD Standard، وكان المشاريع كانت ناجحة جدا جدا يعني. طيب الليفل 1، احنا دلوقتي في الليفل 2، واللي يقولك احنا بنطبق الليفل 3 يعني اشك في الكلام شوية، ولكن احنا مينلي في الليفل 2 والامور بتتطور بشكل كبير ورايحه على الليفل 3، وخاصه كمان بعد استخدام او ظهور الايزو وتوحيد المسميات، توحيد الاستراكشر بتاع الكولابوريشن ما بين الشركات وبعضها اللي بتطبق البيم، او ما بين الاقسام المختلفه او مراحل انتاج المشروع المختلف. اوكي، هاجي على الاوبن بيم، وقبلها قبل ما نتكلم عن الاوبن بيم، هي الاوبن بيم هو الانتروبيليتي بتوين السوفت ويرز تولز اللي بتستخدم البيم. اوكي، طيب الاوبن بيم هنلاحظ ان الشركات اللي بتنتج السوفت ويرز زي اوتوديسك وزي بريكس وزي اللي بتنتج تيكلا واركيكاد، الشركات دي كلها مشتركه في كوميونتي واحد، وهم بيطوروا وليهم الـ يعني بيتدخلوا في قصه تطوير الفورمات اللي كل الشركات المفروض تقبلها علشان السوفت ويرز تاخد من بعض. يعني الاي اف سي هو ستاندرد انترناشونال ستاندرد فورمات، اي سوفت وير ما بيقبلش الاي اف سي هيبقى منفصل عن الكوميونتي ده. اوكي، وبالتالي الشركات اللي تنتج السوفت ويرز لا تنفك عن هذا الكوميونتي علشان السوفت وير الخاص بيه ينتشر اكتر. اوكي، طيب الاي اف سي او الاندستريال فاونديشن كلاس هو فورمات الاستراكشر بتاعه اكس ام ال فايل، تقدر تخرج من الريفت اي اف سي البريكس كاد يفتحه، او تخرج من البريكس كاد بام اي اف سي الريفت يفتحه او التكلا يفتحه وهكذا. طيب
ليه الاوبن بيم او الاوبن فورمات يا جماعه؟ زمان كان الناس اللي بتشتغل على الكاد، وعلشان تعمل ديزاين والديزاين ده الناس الخاصه بالبرزنتيشن المعماريين زمان كانوا بيشتغلوا 3 دي ستوديو. طيب قبل ما اوتوديسك تشتري 3 دي ستوديو ويبقى 3 دي ماكس والماكس يقدر يفتح الدي دبليو جي فايل مباشره، كان في فورمات، الفورمات دي هي تكست فايل واسمها دي اكس اف فايل. الدي اكس اف فايل ده هو ملف اوبن فورمات الشركات اللي بتنتج السوفت ويرز بتقرا الملف ده اللي هو ايه الدي اكس اف. البرنامج الخاص بالستراكشر اناليسيس ديزاين منتجات سي اس اي اللي هو زي التاب والاتاب، كان الاول بيعمل الانشاء بيعمل اكسبورت للموديل او للبلان وبيروح دي اكس اف بيفتحه بالساب ويعمل الاستراكشر اناليسيس عليه ويغير في الكروس سكشن والقطاعات بتاعته، وبعدين يرجعه تاني دي اكس اف يفتحه بالاوتوكاد، لغايه لما بقى في كولابوريشن بين السوفت ويرز دي وتقدر يفتح الدي دبليو جي ويشتغل عليه وهكذا. بقى في كولابوريشن اكتر ما بين البم وما بين السي اس اي بتوله بتنزل زي الايتاب بيقدر يكسبورت ويعمل امبورت للموديل من اول وجديد. دي الاوبن اندستري، دي الاوبن فايل فورمات. وذر ات ووز دي اكس اف اور اي اف سي. طيب ليه سموها اوبن دي اكس اف او اوبن فورمات؟ انا عايز ادخل بس بسرعه كده على هنا ندخل على الويكي بيديا. دي عندي دي الاوبن دي خاصه بجرافي سوفت. الدي اكس اف، الدي اكس اف قلنا ان هو اوبن فورمات. اوكي الاوبن فورمات دي السوفت ويرز اللي بتستخدم ال 2 دي او الكاد او الدي دبليو جي بتستخدم الدي اكس اف از ا فايل فورمات. علشان ايه؟ علشان يبقى في كولابوريشن بينها وبين الاذر سوفت ويرز الثانيه. اوكي طب دي دي اكس اف، دي اكس اف الفورمات بتاعته هو تكست فايل ولكن معمول بحاجه اسمها دي اكس اف لانجويج. اوكي طب لو رحت الاي اف سي، اي اف سي اوبن بيم فورمات، ده الـ IFC format وتعريفه وهو عبارة عن إيه as the open BIM وليه سموه open BIM. أوكي لأن هتلاحظ أن الشركات كلها عبارة عن إيه to facilitate interoperability in architecture engineering construction industry. أوكي معنى أن فايل كمبيوتر أنت بتستخدمه على الكمبيوتر وفي industry هنا يبقى في وسيط اللي هو ايه؟ اللي هو السوفت وير. السوفت وير بغض النظر عن الشركه اللي بتنتج السوفت وير ده، يعني انا اقصد بالكلام ده اوتوديسك، بريكس، اركيكاد، شركه انتاج تكلا وغيره من الشركات اللي بتتعامل مع الاندستري فورمات والمفروض تبقى بتتوافق مع كونسبت الانتروبابيلتي. اوكي؟ طيب ايه هي الفورمات دي؟ الاي اف سي ما هو الا اكس ام ال فايل، الستاندر بتاعه اكس ام ال فايل، ولذلك احنا في الكورسز بتاعتنا اللي بنديها الخاصه بالبيم اوتوميشن او البيم ستاندرد امبلمنتيشن دبلوما لازم ناكد على قصه الاي اف سي انتروبابيلتي فورمات.
وفي نفس الوقت بتفهم الاستراكشر اثناء البروجرامينج كورس بتاع البروجرامينج استراكشر بتاع الاكس ام ال اللي انت تبقى فاهم وانت بتشغال انك تقدر تعدل او تفهم الاي اف سي علشان بتستخدم الاي اف سي بقوه في حاله لو الاي اف سي مش كومباتبل مع السوفت وير اللي انت بتستخدمه او في معلومات هو مش قادر يشوفها. طيب دي الانتروبابيليتي. انتروبابيليتي يعني هو فايل تقدر تفتحه من اكتر من سوفت وير. طب عشان اعرف قوه السوفت وير اللي انا بشتغل عليه ايه، وانت بتعمل مش في الاوبن، يعني مش في الاوبن، اعمل اكسبورت وامبورت وشوف السوفت وير ده بيتعامل مع انهي فورمات، هو يقدر يخرج ايه ويقدر يستقبل ايه من بره. اوكي، تقدر تخرج اوتبوت فورمات ايه وتقدر تستقبل فورمات اوتبوت او انبوت فورمات بالنسبه لك ايه هي. يبقى قوه السوفت وير ده في انه يدخل وسط الكوميونتي بتاع انتاج السوفت ويرز في الاندستري الخاصه بالمعماري والانشائي والالكتروميكانيكال والكونستراكشن. يبقى معنى كده ده سوفت وير قوي يقدر يفهم من السوفت ويرز دي. وبالتالي لو في سوفت وير لا يتعامل مع الاوبن بيم او لا يتعامل مع الاوبن دي اكس اف فايل سواء في ال2 دي او ال3 دي، يبقى السوفت وير ده قاصر على فورمات معينه، يبقى لازم تفهم انه لن ينتشر. وبالتالي الكوميونتي دي بتخدم فيها مين؟ سوفت ويرز مانوفاكتشر كتير قوي بتطبق وتعدل وتحدث فيها دايما. اوكي، طيب هنا طبعا الـ بيقول لي ان السوفت ويرز دي البيلدينج انفورميشن موديل والسوفت ويرز اللي بتنتمي للكيفيه او الاي اف سي، ودي السوفت وير الخاصه بالبيم بكل ايه ما فيها. اوكي، دي قصه الاوبن بيم. في ناس بتتكلم عن الاوبن بيم، هو ايه الاوبن بيم ده؟ يعني هم متخيلين ان دي تكنولوجي لوحدها او سوفت وير لوحده مسؤول عن انتاج الاوبن بيم. لا، هي ميثودولوجي كده، هي عباره عن تعريف بفورمات معينه. الفورمات دي يسموها اي اف سي، والاي اف سي دي علشان عدم احتكار الشركات لسوفت وير معين او الشركات اللي بتنتج السوفت وير تحتكر فورمات معين. لا، التكنولوجيا دي بتطبق وبتستخدم داخل دول، والدول دي في ليها حكومات بتنظم انتاج او البرودكشن الخاص بالكونستراكشن. وبالتالي ما ينفعش المسؤولين في الحكومات انها تقول لك استخدم ريفت او استخدم تيكلا او استخدم اركيكاد، ما ينفعش. ولذلك كان من المساوئ اللي ظهرت في الايجيبشن ايزو البيم ان هي ذكرت اسم سوفت وير معين، ده ما يصحش، ما ينفعش. As a government ما ينفعش تذكر سوفت وير معين، وإلا ده يفتح علامات استفهام كتير جدا جدا جدا، وبالتالي ما تبنيش الستاندرد بتاعك على سوفت وير معين. ده يبقى أنت كده قاصر، والستاندرد بتاعك يبقى فيه ويك بوينتس كتير قوي. أوكي؟ طيب، يبقى إذن هي الأوبن بيم هي وسيلة لتشارك المعلومات ما بين السوفت ويرز أو الشركات اللي بتنتج السوفت ويرز الخاصة بالبيم او الخاصه بالكاد. اوكي، فده موضوع البيم، الاوبن بيم ببساطه. وبرده كان قبلها الاوبن كولابوريتيف في ال2 دي زي الدي اكس اف فايل. دي اكس اف فايل تكست فايل، الاي اف سي فايل هو تكست فايل برده. اوكي، نيجي بقى للي احنا عايزين نتكلم عنه، البيم ستاندرد. اوكي، البيم ستاندرد اول ما هتكلم عنه عايز اتكلم عن حاجه مهمه قوي، الريتيرن اوف انفستمنت. ده هيعود عليا بايه؟ هوضح لكم حاجه بسيطه قوي، واكيد كلنا قابلناها في شغلنا سواء في الكاد او في البيم.
انت دلوقتي بتشتغل في فاميلي انت مش لاقيها، او في ديزاين معين تم عمله في مشروع قبل كده لمطابخ او حمامات، او كان عندك فندور مديلك ديزاين معين انت مش لاقيه. طيب وانت مربوط بستاندرد، خلينا نتكلم بان انت عندك ستاندرد، والستاندرد دون الناس فاهمه كويس قوي وشغاله بيه، بس اليوزر بيضيع وقته في ان هو مش لاقي داتا معينه. اوكي، طيب الداتا دي او المعلومه دي انت ضيعت وقتك فيها قد ايه؟ طيب هل انت قابلك مشكله زي كده؟ اكيد قابلتك مشكله زي كده. طيب ضيعت وقت قد ايه عشان تجيب المعلومه دي؟ اكيد ضيعت وقت. طب لو قلنا ان كل واحد ضيع بس نص ساعه يوميا في ان هو مش لاقي معلومه معينه مش متوفره له بشكل معين، طيب الوقت اللي بيضيع ده احنا عارفين ان المشاريع كلها بتحول الى ايه؟ الى ساعات. يعني انا بقول المشروع ده لما بيجي لي بعمل حساباتي على المشروع، ومن خبرات السابقه قبل كده المشروع ده هياخد مني 10,000 ساعه. اوكي، انا هقضي 10,000 ساعه في اخراج المشروع لو في مرحله من الايرلي ستيج اوف ديزاين لغايه التندر. انا مش هتكلم عن الكونستراكشن او عن الشوب درونج، ولكن اتكلم عن بس المرحله دي كمثال. طيب المرحله دي من بدايه الكونسبت ديزاين لغايه التندر والكونستراكشن دوكيمنت، انت ضيعت، اليوزر ضيع وقت قد ايه فيها؟ انت احنا بنقول ان المرحله دي بتقول انا هاخد 10,000 ساعه في انتاج المشروع ده. طيب معنى كده ان المشروع تكلفه الساعه فيه برقم، وبعدين انت بتدي التوتال للكلاينت وتقول له بتضرب في بيرسنت معينه عشان الريسك، وبتعمل بيدنج للمشروع عشان تاخد المشروع. اوكي، طب معنى كده ايه؟ معنى كده ان العائد بقى او المردود بتاع ده ان اليوزرز عندك ليهم عدد ساعات معينه، وبالتالي انت الناس دي بتقبض وليهم عدد ساعات معينه حققوها في العمل. لو زادت عدد الساعات بياخد اوفر تايم ليها. فاذا اللي عايز اقوله ان المشروع بيحول الى ساعات. طب لو قلنا ان نص ساعه ضاعت من اليوزر في انه بيدور على حاجه، وبعدين انا بقول بيدور على معلومه، يعني الراجل شغال، هو مش قايم يحكي مع واحد صديق ليه جنبه، ولا قايم يشرب كوبايه نسكافيه مع سجاره، ولا الكلام ده مش بيضيع وقت شغل، لا ده هو شغال فعلا اوريدي، بس مش متوفر له المعلومه. المعلومه مش سنترلايزد في لوكيشن كل الناس تروح تاخد منه، ومتنظمه بشكل معين، وليها نيمين كونفنشن بشكل معين، اليوزر عين وخدت عليه وحفظته. اوكي، هيضيع وقته قد ايه؟ اوكي، دي المفردات اللي انا مش هتطرق عليها دلوقتي، ولكن هتكلم عنها بالتفصيل، اللي هي زي ايه؟ زي الكويك اكسس ستاندرد، فاميلي كنترول، تمبلت بروسيس اكوردنج تو انترناشونال الناشونال بيم ستاندرد او الايزو، البرزنتيشن تولز، اوكي، الكولابوريشن between the departments، او حتى even the user at the same department. اوكي، ازاي تتعامل مع الريفت لينك او الموديل لينك والاكسترنال ريفرنس، الكواليتي اشورنس، كواليتي كنترول دوكيومنتيشنز، كل ده هنتكلم عنه بالتفصيل. اوكي، اروح للايه؟ ريتيرن اوف انفستمنت. دلوقتي الشركات الكبيره لو عندها 200 يوزر، اوكي، وكل يوزر ضيع نص ساعه، اوكي، الساعه متوسط الساعه قلنا 50 LE او يور كرنت او يور كرنسي لوكال كرنسي 50 في 30 دقيقه، يعني معنى كده ال 30 دقيقه دي ب 25. اوكي، طب نحسبها 25 ال LE بالنسبه لنا احنا جنيه لكل يوزر، يعني في ال 200 معنى كده 5000 جنيه ضاعوا يوميا. طب لو حسبناهم في 22 day working days 110,000 جنيه. بلاش ال 200 دول، ممكن تقول لي لا اصل 200 دي كتير قوي، يعني مش كل واحد هيضيع وقته.
كلنا اشتغلنا وكلنا عارفين، وكلنا عارفين الناس بتضيع وقتها ازاي. ولكن برضو انا مش بتكلم عن اللي بيضيع وقته في انه بيتكلم او بيشرب نسكافيه بره او يعني اللي بيضيع وقته في حاجات مش في الشغل. ولكن خلينا نتكلم حتى لو نص الرقم ده، بتتكلم في 2500 جنيه اوكي في اليوم، يعني معنى كده نص الرقم دون 55000 جنيه في الشهر. لو قلنا في السنة نص الرقم ده، رقم كبير. انا كنت في شركة من الشركات الكبيرة وبعمل برزنتيشن عن أهمية الكاد ستاند، الكلام ده من اكتر من 7 سنين، وشركة كبيرة ولها فروع في مصر وبره مصر، شركة من الشركات التقيلة والكبيرة اللي عندها اقسام انا اتعلمت منهم حقيقة كتير. انا شفت اقسام بعيني ما شفتهاش في حتت بره، في الكهرباء بالذات يعني، هم وفي الانفراستراكشر، هو مكتب دكتور احمد عبد الوارث. فالفايس بريزيدنت لما شاف المعلومه دي ولما بدات بيها استغرب، قال احنا عمرنا ما فكرنا من هذا المنطلق. يعني معنى كده ان الوقت اللي بيضيع عشان موظف بيدور على معلومه مش لاقيها، هو فعلا وقت ضايع بالنسبه له. اللي ما تعملش النهارده وضاع الوقت فيه هيكمله بكره. طب لو نفس المشكله يبقى في شيفت للوقت، وبالتالي هيكملوا بعد بكره، يبقى بالتالي الاكيوميليتد ويستنج تايم دون اوكي بيعمل مشكله في التسليمات. وما ادراكم من مشاكل التسليمات، وكلنا قابلتنا مشاكل كتير في اثناء التسليم اوكي. طيب اجمع الكلام ده ازاي بقى؟ ايه هي المفردات اللي تخليني اوفر وقت الايه الستاندرد عندي؟ طب قبل ما نتكلم عن كده، عايز اقول انا دلوقتي البيم تول اللي انا شغال عليه، سواء شغال في ريفيت، سواء شغال في تيكلا، اركيكاد، بريكس كاد بيم، كل دي في النهايه انا بوحد المفاهيم اللي هي ايه، اللي هي انت عندك سوفت وير اكيد بيخرج ببرزنتيشن معين، اكيد في داتا بتضيفها على الموديل الاليمنت، اكيد في طريقه للكولابوريشن بينك وبين اليوزرز اللي شغالين معاك سواء في القسم او في الاقسام المختلفه اوكي. في بيزد اون الكولابوريشن ده تولز معينه تخليك تعرف المعلومه في وقتها، بمعنى ان المعماري لما يعدل الانشاء يشوفها، الكتروميكانيكال يشوفها، دي كولابوريشن. كل السوفت وير لازم يكون موفره ادوات توفر لك اللي بنتكلم عليه ده، والبرزنتيشن تولز دي اللي هي شكل اللوحه اللي في الاخر، لان في الاخر انت بتطلع شيت من الموديل ده. طب شكل الشيت ده عامل ازاي؟ هل شكله مقبول ولا لا؟ اوكي. البروجكت تري والاكسس رايتس، السنتراليزيشن عامه اوكي، والسنتراليزيشن ده و اوكي اوكي هنبقى نجاوب على الاسئله. فالكولابوريشن دون مهم جدا ما بين التولز كلها، او ما بين الاقسام على المشروع، او حتى ما بين اللي شغالين في نفس الموديل، لان لازم البرنامج برضو اللي بتشتغل عليه يوفر لك ادوات، زي انك انت تقسم المبنى لمجموعه من الادوات ومجموعه من الفيزز او القطعات. يعني واحد يبقى مسؤول عن الاوبننجز والكورز، واحد مسؤول عن فرش المطابخ، واحد مسؤول عن فرش الـ او شغل الانترنال سبيسز او سبيس بروجرام. ده لنفس القسم ازاي تنظم ده، وكذلك ازاي تنظم الشغل بينك وبين بقيه الاقسام اوكي. طيب في حد؟ طيب اوكي، هاجي هنا بقى هعمل زي برين ستورم اوكي عن اللي احنا قلناه ده. طيب ايه بقى ال ايه ال بيم ستاندرد او الكاد ستاندرد انجريدينتس؟ بتكلم على البروجكت تري، سنتراليزيشن، تمبلت، انفورميشن بتضاف على الفاميلي، عندي حاجات برزنتيشنز خاصه بالتيبل ستايل، التكست ستايل، دايمنشن ستايل برزنتيشن، التاجز، الانوتيشنز عامه اوكي، البروجرامنج، الفاين نيمينج كونفنشن، الاكسس رايت، الشيرد باراميترز، كل دي
الستاندرد سيستم فاميليز، الكاستم سيستم فاميليز، كل دول تولز انت تطرقت اليها واشتغلت بيها. طب ازاي انا اوفر واجمع التولز دي واوحدها بشكل تشتغل سينكد مع بعض، تشتغل بشكل تظهر لي او تنتج لي موديل well presented well informative collaborated there is no clashes in the model. اوكي، بالاضافه انا استخدمت او استهلكت اقل وقت لانتاج هذا المبنى، ومضاف عليه كل الانفورميشن المطلوبه في مرحله الكونستراكشن دوكيومنتس او التندر او وات ايفر اكوردنج الليفل اوف ديتيلز اللي انت بتشتغل عليه. طيب انا اوحد الكلام ده ازاي؟ يبقى في الاول ناخدها كده واحده واحده. اول حاجه، انت كبيم مانجر او بيم كوردينيتور ومسؤول عن انك انت تديزاين البيم ستاندرد، اول حاجه ودي عن خبره احنا عانينا منها، لازم توحد الادوات بتاعتك، توحد الفيرجن للتولز. يعني انت شغال كاد بسوفت وير معين سواء اوتوكاد ولا بريكس كاد ولا زي دبليو كاد ولا غيره، واحد الفيرجن. ما ينفعش واحد يبقى شغال 16 و18 و20 و22، الكلام ده ما ينفعش. اوكي، الريفت تول لازم توحد. اوكي، وكذلك الاركيكاد وغيره لازم توحد التول، الفيرجن بتاعه التول اللي انت شغال عليه، لان في unexpected problems بتظهر نتيجه اختلاف الفيرجن. اوكي، اضافه داتابيز معينه على الاستراكشر بتاعه الفايل، الداتابيز دي هو الفيرجن اللي قبل كده مش قادر يقراها او بيقراها بحاجه معينه انت ضايف عليها معلومه مثلا وهو مش قادر يقراها، الكلام ده ما ينفعش. يبقى اذا لازم نوحد الفيرجن لكل الاقسام، لكل الاقسام. والكلام ده انا هفترض ان احنا بنشتغل في مكتب في كل الاقسام وفيزيكالي موجود في مبنى واحد. اوكي، طيب المسميات مهمه جدا، سواء بتسمي الملفات، سواء بتسمي الفاميليز او البلوكس، سواء بتسمي التري ستراكشر بتاعتك، المسميات مهمه جدا. النيمينج كونفنشن بتستخدمها طبقا لايه؟ طبقا للناشونال كاد ستاندرد او الناشونال بيم ستاندرد او البريتش ستاندرد. وانا احيي بصراحه البريطانيين لانهم كانوا ستريكت جدا وكانوا مميزين جدا عن الناشونال بيم ستاندرد. احنا اول ما بدانا ناشونال بيم ستاندرد، الكلام ده من 2007 في شغلنا في تطبيق البيم، كان الناشونال بيم ستاندرد 2007 2008 كل اللي بنشتغل بيه، قبلها الناشونال كاد ستاندرد. اوكي، البريتش ستاندرد بدا ياخد ويقول انا هنا يا جماعه. اوكي، ولكن احنا في الميدل ايست كان مينلي البيم الناشونال بيم ستاندرد. طيب ليه بنقول على دلوقتي بقى في عندي البيم ايزو اللي هو جاي من البي اس اي بريتش ستاندرد، بقى في عندي بيم ايزو وهم قدروا يستحوذوا على الشرق الاوسط في القصه دي، وعملوا كمان سيرتيفيكيت خاصه بالبيم ايزو. معنى بيم ايزو يعني ايه؟ يعني بيم ستاندرد يا جماعه، بس هم مش بيدخلوا ان ديتيلز في اللي احنا بنتكلم فيه. اللي بنتكلم فيه ده نتاج خبرات كبيرة، ازاي توحد فريق العمل اللي عندك في قسم او مجموعة من الاقسام علشان سهولة انتاج المشروع وتوفير وقت الديزاين ومراحل الديزاين المختلفة. اوكي، بعد كده البيم ايزو هو بتقدر تطبقه على مجموعة واسعة من الشركات، وهم اعترفوا بده كمان على فكرة في التعريف عندهم برضو حتة ويك بونز. معنى ايه؟ بمعنى ان انا في دول ما ينفعش اطبق فيها الكلام، هي عندها كاستم يعني ايه تولز شوية او ليهم شوية ريستريكشنز في التطبيق دي، بيبقى في بعض الدول هم قالوا احنا نقدر نكستمايز الكلام ده ليكو وينشاء. ده شغلنا اللي احنا بنعمله، ان احنا بنقدر نأهل الكيان انه يعمل بيم ستاندرد كاد ستاندرد ويقدر ياخد البيم ايزو. اوكي، طيب الفايل نيمين كونفنشنز، الفاميلي نيمين كونفنشنز، الفايلز نيمين كونفنشنز، كل ده المسميات اللي انت
بتشتغل عليها وبتستخدمها. البروجكت 3 اند اكسس رايت لازم يكون عندك 3 موحده للمشاريع كلها. وهتعرفه ازاي؟ طب ممكن تقول لي ازاي انا اوحد 3 لكل المشاريع؟ هتعرف دلوقتي. اوكي. الموديل لينك ستراكشر. ايه الموديل لينك ستراكشر؟ دي مهمه جدا بقى. ازاي تخلي تقسم الموديل بتاعك لحتت كما لو كنت بتلعب ليجو اوكي او ميكانو، وتجمعه بشكل معين ويتنظم بشكل معين بيزد اون التمبلت بتاعتك اوكي، وبعد كده بالاكسس رايت على السيرفر، وبالرايت بالاكسس رايت برضو او بيرميشن في حاله الورك سيت اوكي. تعمل كاستمايز للسيستم لودبل اند سيستم فاميليز اند لودبل فاميليز اوكي، او التولز بتاعتك سواء البلوكس او سواء الفاميلي او ايا كان مسمى في الاركيكاد، بتقدر توحد ده وتستخدمه. ايه الانفورميشن اللي متاحه تضاف على الاليمنت زي شيرد بارامترز للاقسام كلها، تبقى شيرد وسنترلايزد لكل الاقسام تشوفها. برضو الورك شيرنج والسينك بروسيجرز، لازم يبقى فيه بروسيجرز الورك شيرنج والسينك سينكرونايزيشن، لان في مشاكل بتحصل برضو نتيجه السينكرونايزيشن، لان اوريدي انا الريفت فايل مصيبه في الحجم والسايز بتاعه، لان الريفت فايل هو فيه في الداتابيز بتاعته كميه بوينترز كتير جدا 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 بتشاور على كل حاجه في كل حته. ليه؟ لانها معتمده على حاجه اسمها بارامتريك تشينج انجن، والبارامتريك ده هو اللي مسؤول عن انه يديتكت التشينج فين ويروح يطبقه في كل الايه الاماكن، سواء في البلان وال 3 دي والموديل والشيتس والسكشنز وغيره 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 والجداول. طيب نوحد الشغل ازاي؟ نقلل حجم الموديل اوكي، ده اللي احنا بنتكلم فيه في مفردات البيمستان. كاستمايز تيبلز اند كوانتيك اوف، برضو التيبلز بتكاستمايز بالشكل اللي انت سواء عايزه زي الايزو، او كاستمايز انت ليك الكلاينتس بتوعك وعندك البرزنتيشن بتاعك زي ما حصل معنا في شركه قبل كده. يا جماعه انا عايز التيبل بتاعي يطلع بالشكل ده، انا مش عايز اخرج لما اسلم الكلاينت بتاعي يبقى الاوتبوت مختلف عن الاوتوكاد، اللوح اللي طالع بيسلمها انا عايز نفس الانوتيشنز بنفس الشكل. قال ماليش دعوه بالانترناشونال ستاندرد، خلاص اتس اوكي، نعمل له كاستمايزيشن زي ما هو عايز في شكل البرزنتيشن، في شكل الجداول، ايا كان الايه. هنا بقى التكست ستايل، الفونت، الهاتش باترنز، الديتيل لاين، اللاينز، البروفايلز، الفيزابيلتي، جرافيك سيتنجز، كل دي حاجات خاصه بالبرزنتيشن، لازم تبقى موحده. ما ينفعش واحد في قسم بيشتغل بفوق، ودي حصلت بدون ذكر اسماء، اللوحه المعماريه طالعه بفونتات والالكتروميكانيكال طالع بفونتات تانية، كما لو كان المشروع خارج من اكتر من مكتب واكتر من كيان، ودي مصيبه. ده معناه ان كل قسم شغال لحاله. يبقى انت هتثق في اللوح دي تكنيكال ازاي؟ هل الناس دي لما هم مفيش اصلا مفهوم البرزنتيشن والتوحيد في البرزنتيشن اللي لا يتكلف شيء اوكي، يبقى معنى كده ان ما فيش كوردينيشن، يعني معنى كده ان ما فيش كوردينيشن في التكنيكال، يبقى في مشكله عندهم، ودي بتدي باد امباكت غير عادي للكلاينتس اوكي. طيب الكلام ده يتعمل ازاي؟ الموديل ورك فلو والبروسيجرز. الموديل ورك فلو، مين هيحط الانيشيشن، مين هيعمل الديزاين بتاع المبنى ويحط السبيس بروجرام والشكل الخارجي والشكل الداخلي والماتيريال الداخلي، وبعد كده بيدخل معاه الانشائي في مرحله من المراحل بيعمل ستاتيكال سيستم ويقول له ينفع الفكره المعماريه دي تتشال ولا لا، انا محتاج تعدل فيها دي في المراحل الاولانيه، بيوضح الكلام ده في الاول كولابوريشن اوكي. طيب الكلام ده اللي نعمله ازاي بقى؟ عندي البيم تولز، زي ما قلنا بنوحد البيم تول بلاتفورم الفيرجن اوكي، قلنا اوتوكاد، بريكسكاد، تيكلا، ريفيت، اركيكاد، واتيفر. بما انك بتعمل بيم ستاندرد
يبقى لازم توحد لي التول. اوكي طيب، لو البرنامج ده كاستمايزد الريبونز بتاعته او المنيو وبتقدر تعمل كاستمايز وتضيف ريبونز معينه وتعمل بلجنز كاستم ديفلوبمنت، ده ممتاز بتضاف على البلاتفورم اللي هي دي. طيب اد اون وسكريبتس انت شغال عليه، عملت داينامو سكريبت او عملت بريفيت اي بي اي او اوتوكاد اي بي اي او اي ان كان الاد اونز بتاعتك بتبقى باي ديفولت بتنزل في الريفيت في التاب الخاصه بالاد اونز وبتبقى شيرد للناس كلها. طب ازاي دي بتنزل وهل بتنزل كل مكنه على حده يعني كل يوزر يعمل لها سيت اب وتنزل على مكانه ولا تبقى شيرد وسنترلايز لكل الاقسام تشوفها؟ ده الصح. لو حبينا نعمل ابديت تعمل ابديت على اللي في السنترال لوكيشن اوريدي كل الكمبيوترز انفكتد. بلاش انفكتد دي عشان كلمه وحشه الناس بتخاف منها، نقول امبلمنتد. انفكتد دي يبقى فيروس. طيب نيجي بقى للكاستمايزد ريفرنسز زي التمبلتس زي الفاميليز، كل دي بتبقى كاستمايزد ريفرنسز ليك بتستخدمها وتعمل لها انسرت. اوكي البيم ستاندرد بروسيجرز اند دوكيومنتيشنز بقى هنا خلاص انت سطبت السوفت وير، عملت التولز بتاعتك الفاميليز التمبلتس السيستم فاميليز او لودبل فاميليز بكل محتواها وما فيها زي ما هنشوف، الاد اونز عندك، بتبدا تستخدم البروسيجرز. ايه هي البروسيجرز؟ اللي هي الكولابوريشنز، الموديل ورك فلو، الريفت لينك بمعنى انا هسحب ده عندي وابدا اشتغل عليه، واخدت المعماري في الانشائي بالريفت لينك وخليت المعماري يشتغل عليه عمل هيدن او شال الداتا اللي هو مش محتاجها وخلى الداتا اللي محتاجها عشان يعمل الستاتيكال سيستم ويعمل الديزاين بتاعه وبعد كده يعمل انلود للي مش محتاجه عشان يخف الفايل، وما ينطبق على الانشاء ينطبق على الكتروميكانيكال وهكذا. كولابوريشن وسنترلايزيشن يا جماعه. اوكي والدوكيومنتيشن دي مهمه بقى، الفورمز اكوردنج للبيم ستاندرد. يعني انا عندي فورم خاصه بالكلاش ديتكشنز، عندي فورم خاصه بالموديل ورك فلو. اوكي وكل الاقسام خلاص اتفقنا مين هياخد من مين ومين هيسحب من مين، وعملت خطة العمل لإنتاج المبنى أو المشروع ككل، الناس كلها في كل ستيج للمراجعات الناس كلها بتمضي على الفورم دي علشان ما يجيش حد يقولك أنا ما كنتش عارف. ده الدوكومنتيشن، دي البروسيجرز، وبالتالي كلنا بنوصل لإيه؟ للفاينل برودكت كواليتي، والبريزنتد برودكت والكولابريتد برودكت أو كوردينيتد برودكت، زيرو كلاش ديتكشن between the other departments, all departments working at the same model. اوكي ده مع الدوكيومنتيشن بقى، الكوانتيتيز مع الكواليتيز وغيره. ولذلك الشركات الكبيره محترمه لما تيجي تطلع شغل لسب كونسلتنت تقول لك ايه؟ اديني الستاندرد بتاعك واديني الايزو دوكيومنتيشن الكيو سي والكيو اي بتاعتك، انت بتشتغل ازاي؟ انت المكتب عندك ازاي بتكوردينيت ما بين الاقسام وبعض؟ ازاي بتكوردينيت وايه هي الفورمز اللي الناس كلها بتعمل كنترول على مراحل انتاج المشروع؟ هل عندك كواليتي ولا لا؟ هل انت واخد الايزو 9001 ولا 9002 ولا ايا كان الايزو الامبلمنتد غير البيم ايزو يعني اللي اقصده؟ يعني انت عندك ملتزم بستاندرد معين ولا لا؟ ده مهم جدا. دلوقتي الشركات لما بتطلب لو هتطلع موديل سب كونسلتنت وهم واخدين البيم ايزو وهي ما انتشرتش لسه في مصر واحنا بنساعد الشركات انها تاخد البيم ايزو، هل انت عندك بيم ايزو ولا لا؟ او هل انت عندك بيم ستاندرد ولا لا؟ اوكي دي بتفتح لك اوبورتيونيتيز في الميدل ايست بشكل كبير. اوكي طيب انا عندي هنا الكاستمايزد يوزر انترفيس، دي التمبلت يا جماعه. اول حاجه المفروض انا بشتغل عليها التمبلت، هتكلم عن ريفت بقى. اوكي التمبلت، التمبلت دي بيبقى فيها ايه؟ شويه مفردات كتير كده. اول حاجه الفيو ستراكشر بتاعي بالنيمينج كونفنشنز اللي موجود ده يبقى جاهز
اكوردنج للبرزنتيشن واكوردنج ل يعني انت بتشتغل السيريز اللي هي 100 200 300 اوكي زي التري بتاعه البيم ستاندرد او الناشونال كاد ستاندرد. في شركات الى الان بتفضل التري ستراكشر دي او بتفضل الشيت تبقى بالشكل ده، يعني ال 100 يبقى الفلور بلان، 200 الاليفيجن، و 300 السكشن او وات ايفر، والسيلينج وهكذا. اوكي دي السيريز بتنتج او بتعمل الستاندرد والفيوز الخاصه بيك اكوردنج لمين؟ للسيريز ده. يبقى دي كده منظمه. يعني معنك ان لو اي حد فتح التمبلت دي هو حافظ الاستراكشر بتاع الفيوز ايه هو، وكذلك الشيتس. اوكي الكلام ده عملي. لو بصيت على فين الريفيت عندي، ادي المفروض دي التمبلت. التمبلت تحتوي هنا برضو في تمبلت المعماري اللي معمول للديزاين وللكونستراكشن دوكيومنتس او التندر او الوركينج، والديزاين واخد برضو اليمنتس من اللي معموله للوركينج وبيشتغل عليها، وبالتالي التيم اللي بيبدا يشتغل في مرحله الكونستراكشن دوكيومنتس او البرودكشن ما بيواجهش مشكله وما بيعيدش انتاج التمبلتس الاليمنتس من تانية، سواء الفلورز او الحوائط او غيره. اوكي هو بيبقى فيه انت عايز حيطه كومبوزيت وول من بره بري كاست، من جوه بريكس، في انسوليشن بالشكل الفلاني، الحيطه دي عرضها كذا، اوكي موجود عندنا في الستاندرد، خدها واشتغل بيها. اوكي خلاص دي ابروفد الكلاينت عايز، انا باخدش ما بعيدش الشغل من اول وجديد. اوكي دي ميزه التمبلت والستاندرد في ده. طيب باقي التولز، باقي التولز ادي مش هنقول تري ستراكشر او الفيو ستراكشر، اوكي وده المعماري، ومنطبق المعماري السيريز دي ينطبق على مين؟ على بقيه الاقسام، او سواء الاستراكشر او الالكتروميكانيكال، وكل سيريز عنده بتشيل حاجه معينه، فلور تايب معين. اوكي ده يبقى موحد لكل الناس. الجداول تتعمل بشكل معين وتنظم بشكل معين. اوكي والديتيلز وغيره وغيره وغيره. شكل الاخراج بتاع الجداول ممكن انت تعمل كاستمايز للجداول حسب متطلبات الشركه، يعني بمعنى ان الشركه دي ماضي عقود مع الحكومه واخده شغل من وزاره الدفاع، وزاره الداخليه، وزارة الصحة، وبالتالي الكونسلتنس اللي بياخد مننا الشغل هو اوريدي بياخد بستاندرد معين. انا ما ينفعش احول ده الستاندرد ده وادهوله بستاندرد مختلف بشكل مختلف في برزنتيشن مختلف، هو عايز ده بنعمل له كاستمايزيشن لده. يبقى انت دي مهمتك انك تعمل تكاستمايز البرزنتيشن تولز بالفونتات بشكل الجداول زي ما الكلاينت بيحتاج. اوكي التاجز بتبدا تجهز التاجز عندك كلها وتبقى كاستمايزد. ال ادي التكست بكل ما فيه باشكال كتير بتبقى جاهزه خاصه بالجداول وخاصه بغيره. التاج دي شفناها. نيجي بقى هنا للمهم اللي عايز اقوله بقى دلوقتي. الوقت اللي كان بيضيع وقلنا عليه بيضيع لي من اليوزر يا جماعه، اليوزر كان بيضيع وقت عشان يدور على حيطه معينه هي مش موجوده عنده، هيضطر يدخل يرسمها. اوكي بيدور على فاميلي معينه هو مش لاقيها، هيضطر يدخل يرسمها. في مراحل انشاء البيم ستاندرد والمفردات الخاصه بيه، الريفرنسز الخاصه بيه، بنجهز الموست كومن يوزد وولز مثلا، فور اكزامبل الموست كومن يوزد ستيرز، الموست كومن يوزد هاند ريلز، البروفايلز وغيرها. بوفر وقت اليوزر، عشان كده يمكن قلت كلمه في الاول، انا بحول انتاج الموديل لايه؟ لمرحله كما لو كنت بتعامل مع ليجو او مكانه. اوكي
يبقى انا بوفر وقت اليوزر انه يدور على ريفرنسز معينه، وبالتالي هو مش لاقيها انا بوفرها له. يبقى اخليه يركز في ايه؟ اخليه يركز في انتاج المشروع، انتاج الموديل، الديزاين نفسه. انت ركز في الديزاين، ركز في التكنيكال ايشوز، ركز في الـ في الـ في الاكواد، اوكي. لكن ما تركزش وتضيع وقتك في الدرافتنج تول او الموديلنج تول، اوكي. ده لازم يبقى جاهز. دي انواع من الفلورز الموست كومن يوز. طبعا هتقول لي الفلورز دي تقسيمتها لا حصر لها او لا نهائيه، انا معاك. لكن انت بتجهز الموست كومن فلور ماتيريال، اوكي، وبتستخدمها بتخانات معينه، اوكي، بماتيريالز معينه، يبقى اليوزر بياخدها دراج ودروب وبيرسم بيها وبيشتغل عليها، اوكي. بتجهز كل التولز دي معاك، علشان كده قلنا ايه؟ في ريتيرن اوف انفستمنت، لان انا في فتره بعمل انفستنج للوقت اللي بنتج بيه التولز دي، اوكي. طبعا احنا عندنا تولز جاهزه بنوفر وقت الكلاينت، بنبدا نعرض عليه وهو بيكاستم، بنعمل له الشغل اللي هو عايزه، يبقى احنا بنوفره في خلال شهرين او ثلاثه، بننقل المكتب تماما للبم، اوكي. هنجمع الكلام ده في الاخر ونقول ليه المكاتب بتفشل بقى في تطبيق البم. عندي بروفايلز باشكال وقطاعات كتير مختلفه جاهزه، اوكي، اقدر انتج بيها الاشكال اللي انا عايزها، سواء بقى البروفايلز بيستخدم في هاند ريلز، في فانسز، في غيره وغيره وغيره. يبقى لازم يكون عندك تولز موحده مش ليك انت بس كيوزر. يعني التولز دي لا يمكن ان توضع في لوكال كمبيوتر، على كل لوكال كمبيوتر، والا هتواجه مشاكل اللي حصل لها في الابديت، او كل واحد هيضيف في الكمبيوتر اللي هو عايزه في لوكال كمبيوترز اللي هو عايزه. في ريستريكشنز، في بروسيجرز بتتم في حاله الابديت او التعديل، عايز تضيف او تعدل، اوكي. دي مفردات للفنسز والهاندريلز وغيره وغيره من المفردات الاساسيه اللي لازم اكون انا عاملها. الاكويبمنتس اللي موجوده تبقى جاهزه عندي ومستخدمه باشكال مختلفه، اقدر اخدها وكاستمايزد فيها اديت ان بليس واغير فيها على حسب الاحتياج. لكن الماتيريالز بتاعتي معروفه، البرزنتيشن بتاعها مظبوط، بمعنى ان انا لما هاجي هطبع الكلام ده مش هلاقي حاجه واخده تون تقيل قوي مش مظبوط، او واحده واخده تون خفيف قوي انا مش شايفه، مش في وضعه، مش في محله، اوكي. ده بيبقى من ضمن تجهيز التمبلت وتجهيز الريفرنسز اللي بنتكلم عليها، التولز اللي احنا بنستخدمها ولازم تبقى جاهزه عندي، اوكي. طيب حاجه كمان، انا عندي التولز دي جهزت، عملت التمبلتس بتاعتي، عملت السيستم فاميليز، عملت اللودبل فاميليز، الريفرنسز بتاعتي، عملت ادجاستنج لشكل الاخراج والتخانات بتاعه الاليمنتس دي، سواء في الحوائط او في البلانات او في القطاعات او في البرزنتيشنز عامه، في كل حاجه، في السيلينج، كل حاجه بتطلع بالتخانات المظبوطه بتاعتها، انت عملت لها ادجستمنت في السيستم فاميلي، في التمبلت، عشان انتاج المشروع. مش معقوله كل مشروع هتروح تظبط الكلام ده، الكلام ده يوزلس وتايم كونسيوم بجهزه. طب بعد ما بجهز التولز دي بقى يا جماعه، الناس تستخدمها ازاي، او ازاي الناس توصل لها لسهوله الوصول، معلش الصوره دي كده، لسهوله الوصول ليها لازم يبقى عندي حاجه اسمها فاميلي براوزر. فاميلي براوزر، اي نوع فاميلي براوزر يكون عندك تقدر تستخدمه. والفاميلي براوزر ده هو تول او اد اونز سيت اب اوفر اي او اون التولز او البيم تولز بلاتفورم، اوكي. بيتعمل له سيت اب على البلاتفورم بتاعت الريفت مثلا، واحنا قلنا هنتكلم عن الريفت سبيشال يعني. طيب المفردات بتاعت الفاميليز
architecture او structure electromechanical موجوده فين؟ it must be on centralized location على السيرفر. اوكي يبقى معنى كده ان الناس السيت اب اللي هيتعمل للفاميلي براوزر على كل كلاينت ماشين او كل يوزر ماشين يتعمل سيت اب للفاميلي براوزر دي، والبيم كوردينيتور مسؤول عن انه يهيئ الفاميلي براوزر انه يروح يقرا الفاميليز من السنترايز لوكيشن. اوكي يبقى لو عندي 15 فرد معماريين في المكان كلهم بيشوفوا نفس الايه الفاميليز، كلهم بيشوفوا نفس الريفرنسز. اوكي وكذلك بقيه الاقسام. يبقى في الحاله دي مفيش حد، لن اسمح لاي يوزر انه يجيب معلومه خارجيه من بره الستاندرد. طب ده بينظم ازاي وتحكمه ازاي؟ بيبقى كوردينيتد مع الاي تي، اجهزه الكمبيوتر مقفوله، مش اي حد يجيب فاميلي من بره وتنزل، في بروسيجرز لاضافه الفاميليز علشان اضمن ان اليوزر لما يستعمل هذه الفاميلي لن يتم تعديل الفاميلي اوكي لاظهارها بالشكل المناسب للستاندر، هي اوريدي ادجستد، وبالتالي لما وضعت في المكان المخصص للفاميلي داتابيز عشان اليوزرز يستخدموها هي اوريدي ادجستد. اوكي يبقى ده توحيد، يبقى انا وحدت التولز كل اليوزرز بيستخدمها على كل الكمبيوترز، بالاضافه ان هو بيروح يقرا من سورس واحد. اوكي فروم ذا سيم سورس. اوكي طيب نيجي بقى هنا لمفهوم السنتراليزيشن. انت خلاص عملت ايه؟ عملت ادجستمنت للتمبلتس، عملت ادجستمنت للفاميليز، عملت سواء لودبل او سيستم فاميليز، للبروفايلز، للتاجز، لكل التولز الخاصه بالبرزنتيشن، الخاصة بالإليمنتس، وبقت جاهزة عندك. طب احطها فين؟ هنا يظهر أهمية السنتراليزيشن. يبقى أنت عندك سنتراليزد لوكيشن عليه الفولدرز الخاصة بالستاندرد، وكل ستاندرد عليه الايه اهو. أنا مثلاً عندي التمبلتس او الفاميليز موجوده، دي البروجكت تمبلت، دي اللايبرري لكل الاقسام موحده. اوكي المعماري والديزاين هم ليهم اكسس هنا، كل دول ليهم ريد رايت. لو في من كل قسم فرد مسؤول عن الفاميليز الخاصه بقسم بتاعه بس، يبقى الفرد ده ليه اكسس ريد اند رايت بيرميشن. الاذر ديبارتمنت ليهم ان هم يقروا بس. اوكي يبقى كل واحد فرد بس هو اللي مسؤول لتحديد المسؤوليه، والبام مانجر هو اللي ليه اكسس رايت اوفر اول فولدرز خاصه بمين؟ خاصه ب البام ستاندرد ككل. اوكي دي اللايبرري، الورك فلو، الموديل تشيك ليست، الدوكيومنتيشنز بتاعتي ليها، اوكي كلاس ديتكشن ريبورتس والورك فلو بتاعه، والديزاين ورك فلو خاص بالكلاس ديتكشنز، كل دي ميثودولوجيز مهمه اثناء الايه انتاج المشروع. طب انا وحدت الستاندرد تولز بتاعتي واتحطت في سنترلايزد لوكيشن، يبقى البيم مانجر هو اللي ليه اكسس، وكل اليوزرز يقروا جاست از ريد اونلي، محدش ليه اكسس رايت هنا لعدم التعديل، لعدم اضافه element او family او reference معين بدون الرجوع للبيم مانجر او اللي مسؤول عن التعديل او الاضافه للبيم ستاندرد داخل الشركه. اوكي ده البيم ستاندرد، دي كل الاقسام شايفه الكلام ده، وبالتالي اللي اكسس رايت هو البيم مانجر. اوكي طيب انا عندي هنا اروح تاني سوري او
ده هنا عندي البيم مانجر ليه الاكسس على البيم ستاندرد. وبالتالي في حاجه مهمه بقى، مهمه في السنتراليزيشن، ايه هي؟ ان انت كمعماري عندك باب معين فولدنج دورز مثلا او ريفولفد دورز بارامتريك بشكل معين في ماتيريالز معينه، اوكي، طلبات كلاينت، او ده انت جايبه من فيندور مانوفاكتشر معين ده اللي هيستخدم، اوكي، واضفت عليه المعلومات الخاصه بيه. ما ينفعش تروح تحطه في الفاميلي على طول، في الـ في الـ في الـ في التمبلت على طول، او تحطه في الموديل وتستخدمه. طيب انت استخدمته في الموديل ده بدون ما ترجع للبيم مانجر والمشروع اتقفل على كده وتسلم، جالك مبنى تاني هتقعد تدور على الباب ده والمشروع ده اتقفل وخرج من اتشال واتعمل له باك اب من على الاي تي بالسيرفر واتشال اتحط في الباك اب ما بقاش موجود وانت عايز تستخدمه، عيد بقى البروسيس دي من تاني عشان تدور عليه مش لاقيه، ترجع للاي تي، الاي تي يروح يدور على الباك اب ويبدا يرجع لك، تفتح يفتح الباك اب انت بتفتحها وتقول له ده كان مشروع في الوقت الفلاني في الشهر الفلاني، اوكي، احنا كنا عاملين المشروع ده واتعمل له كلوز اوت. لو انت عندك ستاندرد في عندك فورم للكلوز اوت، اوكي، هتقول له اه الاي تي هيرجع بالتاريخ ده كان فيه المشروع بالمسمى ده، هيرجع يلاقي انه اتشال في الباك اب، يروح يجيبه لك وانت هتدور عليه لغايه لما تطلعه. طب انا اوفر على نفسي الوقت ده كله، طب ما يبقى عندي موحد سيستم موحد وموجود سنترلايزد على السيرفر واول باول ابديتد، اوكي، انت حطيته في مشروع يبقى انت مسؤول، بتبعت ايميل للبيم مانجر انا عندي الباب ده انا عايز استخدمه، هو بياخده بيراجعه بيشوفه كواليفايد اكوردنج للبيم ستاندرد بروسيجرز، اللي اقصد ايه بقى البروسيجرز بتاعنا، الشيرد بارامتر مظبوطه، هل بيستخدم شيرد بارامتر بتاعتنا، النيمينج كونفنشن بتاعه مظبوط، هل النيمينج كونفنشن بتاعته مظبوط، هل البريزنتيشن بتاعته في حاله الاليفيجن وفي حاله السكشن وفي حاله كل ده مظبوط ولا لا، ادجستد ولا لا، علشان ارجع لقصه ان المشروع بتاعنا يبقى زي الليجو او الميكانو، هاخد الباب انزله اشتغل عليه اطبع بدون مشاكل، تطلع اللوحه اوريدي ويل بريزنتد، اوكي، يبقى دي اهميه السنتراليزيشن، اوكي. طيب البيم مانجر هو اللي بيصنع التولز جميع التخصصات ولا في افقاد بيعمل تشيك وينسق العمل بين جميع التخصصات؟ جاي لك للنقطه دي وهنقطع باشمهندس بشار، ازيك، هنقطع شوط فيها لان هتكلم عنها في الاخر بقى، هتكلم عنها دي مهمه جدا. هاجي بقى البروجكت تري ستراكشر. بصوا يا جماعه، دي قابلتني وناس كانت ليها اسئله كتير او تقول لي الله، هو هل ينفع مشروع، يعني هل ينفع تري ستراكشر لاي مشروع؟ كل مشروع بيبقى ليه ستراكشر خاص، التري ستراكشر بتاعته. اقول له اه احنا ممكن نعمل ده ونعمل التري ستراكشر الخاصه باي مشروع بالتركيبه اللي احنا قلنا عليها دي، اللي هي ايه؟ اللي هي فولدر للمعماري، فولدر للانشائي للاقسام، فولدر يكون للسنترلايزد فايل او سنترال فايلز، فولدر يكون لللوكال فايلز للقسم نفسه، اوكي، وهكذا توحد. طيب البابل دي انا عندي هنا اللي تحت ده، هنقول ايه ده البروجكت نيم، وده اللوكيشن او الدرايف اللي موجود في الـ في الـ في الـ على السيرفر اللي هو البروجكت فولدر، اوكي، او الدرايف اللي شايل البروجكتس كلها، اوكي. وزي ما قلت انا بتكلم وبتوقع ان المكتب انت شغال عليه فيزيكال لوكيشن ات ذا سيم بيلدينج، الاقسام كلها في نفس المبنى، عندكم سيرفر والسيرفر ده عليه ماب درايف لكل قسم،
زي كده. يعني لو رجعت للفولدرز هرجع هلاحظ ايه عندي؟ ان انا عندي ماب درايف اهو، ده خاص بالبيم ستاندرد، ده خاص بكلاود، ده خاص بالبروجكت، جاي منين؟ من على السيرفر. ده ماب درايف، وكلنا لو عندنا شغالين بالشكل ده في مكاتب متوسطه وعندها سيرفر اكيد عندك الماب درايف ده، تفتحه بتشوف الفولدر بتاع البيم ستاندرد بكل ما فيه، بتفتح البروجكت بتلاقي الفولدر او مجموعه الفولدرز الخاصه بالبروجكت نيم. طيب ادي البروجكت نيم، اجي بقى للبيلدنج جروب، يبقى انا عندي فولدر بيحتوي على، يعني عندي سايت اوكي في مباني كتير مختلفه. لو انت عندك تيبيكال من المباني دي يبقى بتعمل تيبيكال، تيبيكال 1 او تيبيكال 2 او تيبيكال A او B او C اكوردنجلي التيبيكالز بيلدنجز اللي موجوده عندك. يعني عندي مثلا شاليه 100 متر، شاليه 120، شاليه 70، توين مثلا، فيلا، اوكي كل في تيبيكالز منهم. يبقى كل فولدر بتحتوي على مبنى باسم، اوكي يبقى ده البيلدنج نيم. طب لو فتحت البيلدنج نيم هلاقي كل ده مظبوط فيه، اللي هو ايه ده اللي انا عايز اتكلم عليه، فولدر للسنترال موديل، السنترال فايل، وفولدر للاقسام. طبعا تحت الفولدر ده كل قسم بالسنترال بتاعه، او ممكن دي تعدل فيها تخلي الفولدر للسنترال وفولدر لمين، لللوكال فاميلي بروجكت. وخلي بالك ممنوع منعا باتا واحد يشتغل على جهازه يقول طب ما السنترال موجود على السيرفر، نو واي. اللوكال فايلز تشتغل على السيرفر ويبقى ليها فولدر على السيرفر. افرض ان في مشكله حصلت في الجهاز، افرض ان اليوزر ده مش موجود وليه باسورد، هتقابلنا مشكله في فتح الكمبيوتر او ارجع للاي تي، ولو عندي بروسيجرز معينه لازم عشان الاي تي يفتح لك، هتدخل نفسك في متاهه. لا، الشغل بتاعي يبقى كله على السيرفر للحمايه، لسهوله الرجوع للفايلز، اكس خرج من المشروع، واي دخل على المشروع اشتغل على الملف وفتحه اللوكال فايلز. كل ده انا عايز اقول ان او من عمل كوبي لوكال يبقى يشتغل في نفس اللوكيشن، محدش يشتغل على جهاز. يا جماعه للحمايه او للسكيورتي او للبرميشن او للحفاظ على المشروع. وبرضه احكي لكم حكايه بسيطه كده في دقيقه. كان في مكتب من المكاتب كنا بنعمل له الكاد ستاندرد، والمكتب ده لاستاذ دكتور في جامعه من الجامعات عماره، وطلب ان احنا نعمل له ستاندرد، وكان ما عندوش سيرفر. فازاي ما عندكش سيرفر؟ هو كان تخصصه عماره انشائي. طب ازاي ما فيش عند حضرتك سيرفر؟ لازم يبقى في سيرفر. طيب احنا بنقدم الستاندرد ازاي؟ بنقول له احنا بنعمل ستاندرد المفردات بتاعنا كذا وكذا 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 وكذا. الكومون داتا انفايرمنت، طبعا هو الكومون داتا انفايرمنت الكولابوريشن، كومون داتا انفايرمنت. والكومون داتا دي انا اقصد بيها دي للمشروع وخاصه بالستاندرد، والكومون كولابوريشن بينك وبين بقيه الاقسام، او في كومون فولدرز. انا عندي بي دي اف مثلا، عايز اشير البي دي اف ده، طب حطه لي على الكومون، اوكي. ولكن هو اللي يقصد بيه طبعا الكولابوريشن او الانفايرمنت الكومون للناس كلها بتستخدمه. طيب يعمل ايه؟ رفض انه يشتري سيرفر. طب السيرفر احنا هنجيب لك سيرفر، بس سيرفر هاردوير هو مخصص للسيرفر. يعني الهارد ديسك مختلف، المذر بورد مختلفه، البروسيسور والكيز، الباور سبلاي، يعني كمبيوتر ديورابيليتي يقدر يتحمل، يقعد 24 ساعه شغال. لا طب عشان نوحد الشغل ده ما ينفعش نبني الستاندرد وما عندكش سنتراليزيشن.
طب اوكي خلاص اعمل لي جهاز كمبيوتر. عملنا جهاز كمبيوتر، حطينا فيه فور هارد ديسك، واحد الاوبريتنج سيستم، وثلاثه اللي حاجه اسمها ريد 5 تكنولوجي، الكلام ده من فتره. والريد 5 دي معناه ان الفايل الواحد بيتخزن على 3 هارد ديسك، الفايل الواحد بيتخزن على 3 هارد ديسك، وبتعمل لها كوتا معينه علشان لو في هارد ديسك داون تقدر تجيب واحد جديد ويدخل معاهم تعمل سينك، الملفات اتظبطت، يبقى انت ضمنت ان المشروع بتاعك ما راحش او الملفات ما وقعتش، بس اتليست لازم يكون عندك 2 هارد ديسك. حطينا ريكومنديشن ان السيرفر لازم يشتريه بعد شهر، بعد سنه الكمبيوتر ده مش هينفع. جه بعد سنه ونص الكمبيوتر محروق، في 2 هارد ديسك باظوا خالص انتهوا، وفي هارد ديسك واحد بس هو اللي شغال، والريد 5 عشان ارجع الداتا اتليست لازم يكون عنده 2 هارد ديسك. حاولنا وحاولنا نرجع الداتا، كان عنده تسليمه 24 ساعه في المكتب بنحاول نرجع الداتا، قدرنا نرجع اللي نقدر عليه علشان التسليمه كانت تاني يوم، وكان عنده مشكله كبيره ووقع في قصه وشرط جزائي وهكذا. اللي عايز اقوله ايه، ان السنتراليزيشن مهم. طب انا الجراوند بيز اللي اشتغل عليه ايه؟ ما انا الشغل بتاعي ده والتري اللي قدامي دي مع التري بتاعت البيم ستاندرد مع مفردات البيم ستاندرد هتحط فين؟ لازم احط على سيرفر. طب مواصفات السيرفر ده ايه؟ ده مهم. وخلي بالك انت كبيم مانجر دي من ضمن مسؤولياتك بجانب الاي تي، بجانب الاي تي، الاي تي هو اللي بيعمل كل ده، بس انت فاهم في الكلام ده كويس قوي. ولذلك في الدبلومه بتاعتنا انا بفهم وبنشرح كل اللي اتفات ده ازاي تعمله، بالاضافه بنديله جزء من الاي تي وجزء ازاي بتعمله بايدك وازاي تدي بيرميشنز واكسس رايتس وازاي تعمل كولابوريشن وازاي يبقى في شغل لو على كلاود بينك وبين ناس تانية في حته تانية على مستوى العالم تشتغلوا على وان فولدر. ده بنشرحه في دي. لازم تبقى فاهم اي تي كونسبت، لازم تبقى فاهم هاردوير كونسبت، لسبب عشان اتفرعت بس لسبب انت كبيم مانجر او بيم كوردينيتور مسؤول عن السوفت وير والترابل شوتينج واليوزر سبورت، كلنا اوكي متفقين على هذا الامر. ولكن مهمه جدا، ولكن دي انت لما بتعمل ده في حاله الابجريد والشركه عايز تجيب الفيرجن الاعلى هتدي 2020 مثلا او 2021 اوكي. طيب انت منتج من على هاردوير معين كابابيلتيز الهاردوير. طب يا جماعه الشركه خدت قرار انها تحدث الاجهزه وتحدث تحدث السوفت وير. طب ما يا جماعه السوفت وير ده ليه ريكومنديشنز معينه على الهاردوير، الهاردوير بتاعتنا شغاله بالعافيه على 2016 مثلا. لو هنروح للفيرجن الجديد في شويه حاجات جديده حديثه، بس انا عندي الهاردوير اللي موجود مش هيبقى كومباتبل. لو انت ما عندكش المفهوم او الفهم بالامكانيات دي وايه يا جماعه خلاص يلا نعمل تحويل ونشتري الفيرجن الجديد، وهوب بتنزل تلاقي الفيرجن بياكل الرامات، بياكل الباس سبيد او السبيد الداتا سبيد بتاعتك، والريفيت بيفتح بالعافيه، بتفتح الموديل بالعافيه لانه بيستهلك من الرامات، عندك الرامات اقل من الريكومندد، هتواجه مشكله كبيره. يبقى انت اللي مسؤول عن انك تاخد القرار، هل اعمل ابجريد للاجهزه ولا غير الاجهزه؟ هل البروسيسورز اللي عندي دي قويه وكويسه اقدر بس جاست ان قادر رام وازود سعه الرامات والتخزين اللي موجوده على الاجهزه، ولا اغير الجهاز كله؟ وطبعا خطه انك تغير الاجهزه بتكلفه جباره، طب خطه انك تزود رامات باقل كتير، مين ياخد القرار ده؟ انت كبيم مانجر. اوكي، في ساعات في اوقات كتير هتلاقي الاي تي خرج من القصه دي، انا مش بتاعتي انا، انت وانتوا، انا ما فهمش في البرامج بتاعتكم دي، انت اللي شلت المسؤوليه. فعشان كده مهم البيب مانجر زي ما نشوف ان لازم يكون فاهم اي تي كونسبت. اوكي، طب انا عندي البروجكت 3 دي، فولدر للسنترال فايلز وفولدر للاقسام وفولدر ثانيه للشيتس. اوكي،
طيب انا عندي البروجكت اركتكت سوري شغال فين في الموديل البيز موديل ولي اكس ريف ستراكشر او ريفت موديل ستراكشر او ايا كان اللينك للسوفت ويرز. اوكي الموديل بينتج بقيه الاقسام بتاخد ده ريفت لينك وتسحبه وتشتغل عليه. اوكي مين اللي اكسس على المعماري؟ المعماريين. مين اللي اكسس على الانشائي؟ الانشائيين. طب الانشائي ليه اكسس على الموديل المعماري؟ لا ريد اونلي. اوكي هنا بقى دي داتابيز عايز تفصل وتحط البيم ستاندرد على سيرفر مواصفاته تكون قليله صعب تيو. عايز تضيفه على السيرفر الخاص بالبروجكت برضو صعب تيو. انت عندك الاقسام باللايبريز بتاعتها بداتابيز بتاعتها الفاميلي براوزر او البلوك براوزر او السيمبل براوزر بيبقى نازل على كل كمبيوتر ويقدر يشوفه ويشوف الداتابيز دي. اوكي من ضمن السنتراليزيشن احنا قلنا عندنا ايه ده اعتبره انك انت شغال في مكتب والمكتب ده عنده سيرفر واحد كل اليوزرز بتروح تقرا مع السيرفر ده. طب انا لو عندي ودي بقى يعني تقدر تقول انها general image implemented whether you are using internal VPN او cloud او 24/7 اوكي او 360 ازاي الكلام ده؟ نقول عليه دلوقتي انا عندي هنا دي internal cloud او WAN او internal network. الكمبيوتر بيبقى ده في مصر وده في لندن فور اكزامبل وفي الباك جراوند كونكشن ما بين التو سيرفرز دول الاي تي هو اللي مسؤول عن انه يعمله بس بشرط لازم يكون عندك لو هي دي برايفت نتورك لو برايفت يعني شركه من الشركات الكبيره زي شركه سي 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 مصر عندها فروع في كل حته. اوكي شركه كنت شغال فيها من قبل كده مالتي ناشونال اللي هي فرع في القاهره وفي الرياض وجده وفي لندن برضو اليوم فرع وكان في الفلبين فرع برضو. الشركات دي اتربطنا كلنا شغالين كلنا on the same server private network كلنا جوه البرايفت نتورك شايفين الاجهزه يعني بتاع الفلبين بيدخل يشوف الموديل ويشوف الموديل من عندنا من السيرفر بتاع مصر. بس طبعا هنيجي نقول طب يا جماعه الانترنت كونكشن لا ما هو الشركات دي ما بتشتغلش بالاي دي اس ال المميت بتاعنا حاجه اسمها ليزد لاين ديديكيتد انترنت لاين جاي لك من السنترال مخصص ليك انت تقدر تعمل ابلود لداتا مثلا 20 جيجا في نص ساعه. اوكي فده ليزد لاين مخصص ليك. طيب الكلام ده بيتعمل ازاي؟ بيتعمل في الباك جراوند بيتعمل ماب درايف اعتبر ان دي الكلاود واقدر اشوف بقى بعد كده الكمبيوتر اللي في لندن يشوف الداتا اللي هي فين اللي موجوده على السيرفر في مصر. يعني معنى كده ان ممكن يتعمل ماب درايف ليا اشوف بيه السيرفر ممكن انا ما اعرفش انت ما تعرفش السيرفر ده في لندن ولا في مصر ولا فين سنترلايزد لوكيشن الاي تي هو عارف طبعا ولكن تقدر تفتح المشروع اللي هو فين اللي اوكي طيب في حد بيطلب استراحه 5 دقائق خمس دقايق من اجل صلاه المغرب انتوا فين اصلا باشمهندس احمد ستيفي طب اوكي طب يا جماعه 10 دقايق بريك اوكي الساعه كام عندنا هنا دلوقتي 11 ونص في مصر نبدا الا تلت نبدا 12 لتلت اوكي باشمهندس عمر سليم باشمهندس الكوثر اوكي 10 دقايق بس بريك طب اوكي تمام ماشي فهمت
يا جماعة احنا نكمل توكلنا على الله. أيوة تمام، طيب توكل على الله. تفضل ميس أسامة. أيوة نكمل. بسم الله. هنا احنا كنا وقفنا عند الcentralization. الطريقة دي نقدر نقول ان ممكن تكون دي برايفت نتورك كونكتد او بتربط الشركة الفروع بتاعتها ببعض من خلال الاي تي. اوكي، ممكن تكون بتربط الشركة بس ما تبقاش بنفس الكافية والاستراكشر. لو انت عندك 24/7 كلاود زي بريكس كاد بيم او زي اوتو ديسك 360 وغيره من الكلاودز. اوكي، او ممكن يبقى في برايفت كلاود. برايفت كلاود دي زي ستورج سبيس، مش زي مفهوم ال 360 او ال 24/7. ستورج سبيس اونلاين زي دروب بوكس، زي ياندكس، زي جوجل درايف، زي الشركات. وانا افضل الشركات اللي بتنزل لك ديسكتوب اب. احنا بوسيلة ما وبطريقة ما نقدر نعمل شير للفولدر ده وهو اوريدي على جهازك وفي نفس الوقت على الكلاود، وبالتالي تقدر تشتغل عليه انت واصحابك لو شغالين في اكتر من مكان في اكتر من حتة في العالم. وده بنعلم الناس عليه الطريقة دي، وهي يمكن ارخص طريقة واحسن طريقة في الامور اللي مش شركات بقى، يعني دي individuals. لو انتوا شغالين وعندكم مشروع بس في صعوبة في التواصل، فبالتالي ازاي تربطوا بعض بالشغل ده. يبقى اذن لا يمكن ان احنا نقول هنطلع موديل ويل كوردينيتد ويل بريزنتد يوزنج ذا سيم ستاندرد زيرو زيرو كلاش ديتكشن وداوت سنتراليزيشن وداوت نتورك. اوكي، فاذا الموضوع كله على بعضه ناخده as a one object. هو عبارة عن سوفت وير خاص بالبيم، مفردات خاصة بالسوفت وير والتولز بتاعته سواء اد اونز انت بتستخدمها، مفردات زي الريفرنسز زي ما قلنا في السيستم فاميليز اللودبل فاميليز بكافة انواعها وانماطها انت بتستخدمها وبتجهزها وتوضع على السيرفر. الكولابوريشن ازاي احنا من على السيرفر وتقسيمة البروجكت تري وكل واحد حاطط الفاميلي او السنترال فايل بتاعه والمعماري بيسحب سوري الانشائي بيسحب من المعماري وبيسحب من والالكتروميكانيكال يسحب الموديل المعماري ويبدأ كل واحد يشتغل على الشغل الخاص بيه، وبالتالي بيسحبه از ريفت لينك. ولو انا مش محتاجه بعمل له انلود علشان خاطر علشان السايز وعلشان الرامات ما تسببليش مشاكل والفايل يبقى تقيل. في نفس الوقت كمان عشان لو المعماري عدل وغير في سبيس لازم تكون انت عندك المعلومه في وقتها، في وقت زنقه الشغل وزنقه التسليمات. اليوزر جه الكلاينت طلب منك انك تعدل. اوكي، فبالتالي انت مضطر انك تعدل، والتعديل ده جاي في وقت قليل جدا. هو انتوا شير ثابت، انا عملت شير. شايفين كده يا جماعة؟ اوكي سوري. فدلوقتي انت
عندك ال ال زي نكمل زي السنتراليزيشن ده مهم جدا 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 جدا، ودي مسؤوليتك برضو كبيم مانجر. فانا بقول ناخد الامور كلها كاوبجكتس واحده، الريفرنسز والتولز بتاعت السوفت وير اللي بتستخدمه في الريفت، يبقى فاميليز والسيستم فاميليز لودبل فاميليز بروفايلز وغيره وغيره، برزنتيشن تولز او زي التاجز والانوتيشنز وغيره تكون ادجاستد وويل بريزنتد، اتظبط الفيزابيلتي اند جرافيكس بتاعت كل حاجه، اتظبط اللاين ويت بتاع كل المفردات بتاعت البيم ستاندرد، خلاص جهزت اتحط على السيرفر، بينزل تول خاصه اسمها فاميلي براوزر، اي نوع بتقدر تستخدمه هيوحد لك الفكره ويتعمل سيت اب ليه على الاجهزه، ويبقى ده كونكتد بالسيرفر يشوف الفاميليز. ده توحيد البروسيجرز. الريفت لينك، انا ساحب المعماري عندي كانشائي وكتكييف او صحه وكهرباء، بحط الشغل بتاعي على المودل المعماري، اوكي، علشان لو جه المعماري في وقت زنقه الشغل وعنده تسليمه وجه اضطر الكلاينت او الكلاينت طلب تعديل معين لازم يعمله فبيعمله، جه مثلا شال مجموعه من الحوائط عمل اوبن اريا او اوبن سبيس، اوكي، طبعا الاستاتيكال سيستم اتضرب، التكييف اتضرب، الصحي اتضرب، الدفاع المدني بتبقى الدنيا باظت. طب هتعمل ايه؟ المعلومه هتاخدها، اوكي، انت خدتها وخدت المعلومه ضربت في وشك خلاص، اوكي، مفيش حل تاني غير انك هتعمل ريديزاين من اول وجديد. طب المعلومه دي لو جات لك في وقتها، طب كويس، هنتدارك الامر. لو ما جات لكش، يبقى المعماري بيسلم فيرجن والانشائي بيسلم فيرجن للمبنى التاني خالص والالكتروميكانيكال بيسلم فيرجن، فبالتالي كل واحد كل قسم. فطبعا الكلاينت لما ياخد الكلام ده يراجع المعماري، جميل الراجل زي الفل عمل التعديل اللي احنا طلبناه، تبص على الانشائي، ايه ده، على الالكتروميكانيكال، ايه ده. فطبعا كل واحد بيبقى شغال لحاله، الكلام ده ما ينفعش، عشان يبقى المشروع بتاعي ويل كوردينيتد وزيرو كلاش ديتكشن، ده اللي بنتكلم فيه. ويل بريزنتد، يبقى انا عندي بيم ستاندرد تولز ادجاستد، اتبذل فيها مجهود واتعمل فيها وقت انفستمنت في الوقت صرفنا عليها، تبقى جاهزه الناس تستخدمها، يبقى انت لا تبذل اي مجهود في البرزنتيشن. اللاين ويت ده يا جماعه لا نتقله شويه، الحيطه دي طالعه خفيفه، طب نخف، انا عايز الكومبوز بتاع او الحشو بتاع الحيطه دي، الجزء اللايرز بتاعت الانسوليشن لا طلعت تقيله، خففها شويه وسيب لي الحيطان. الكلام ده ما ينفعش تعمله اثناء المشروع، ده جاهز، دي حاجه انت ما تفكرش فيها اصلا، انت كل تفكيرك وتركيزك في انتاج الموديل، في التكنيكاليتي بتاعت المبنى، في تطبيق الكود بتاع المبنى، كود الحريق، اوكي، كود الاكواد الخاصه بالاير فلو، سواء للتكييف، المعماري، الهروب، اكواد الديزاين، ده اللي تطبقه في المبنى، ده الشغل. حته البرزنتيشنز والدرافتنج، كنا بنسميها الاول درافتنج في ال2 دي، الموديلنج في ال3 دي انت ما تفكرش فيها، ما تضيعش وقت فيها، دي حاجات ادجستد وجاهزه، اوكي. فده اهميه الايه، النتورك. طب نيجي بقى لحاجه مهمه قوي، الموديل ورك فلو. الموديل ورك فلو، اوكي، ممكن يكون في متطلبات خاصه بالاخراج للكلاينت. الكلاينت لو هو فارض عليكم ستاندرد معين، يعني هديكم مثال، الناس اللي اشتغلت في السعوديه عارفه الرويال كوميشن، الهيئه الملكيه، وعارفين قد ايه الناس دي فيري فيري ريستريكت جدا في حته التسليمات والستاندرد. ومن ضمن التعاقدات انه لما بيتعاقد على مشروع مع كونسلتنت اوفيس بيديله الستاندرد بتاعه وبيلزمه انه يستخدم نفس الستاندرد. طب هتقول له انا عندي البيم ايزو بتاعي، انا عندي ما ماليش دعوه، انا عندي الستاندرد بتاعي
والستاندرد ده احنا شغالين بيه، والكلاينت بتوعنا والكونسلتنت اوفيسز اللي احنا عاملين معاها تعاقدات بتسلمنا بيه. كان في فترة من الفترات في شركة من الشركات الكبيرة كنت شغال فيها، كانت اللوحة ممكن تترفض من الهيئة الملكية لمجرد ان التكست هايت مختلف. انا بكلمك في تكنيكال، بكلمك في ديزاين، بكلمك في اكواد، بكلمك في بريزنتيشن، وهو نفس الفونت بس تكست هايت كبير، تترفض اللوحة، بتترفض. ليه؟ لانه هو وده حقه وعندهم حق. ليه؟ كهيئة ملكية كان عندها فترة من فترات مشاريع كتير جدا 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 كانت بتطلع لسو ميني كونسلتنت اوفيسز. طب هو كل كونسلتنت اوفيس بالستاندرد بتاعه هيسلمه بترتيب الشيتس، بالبرزنتيشن بتاعت الشيتس، بالدوكيومنتيشن بتاعته، بكل حاجه، يبقى هو هياخد من الكونسلتنت ده بشكل، والكونسلتنت تاني بشكل، والكونسلتنت تاني في دوله تانيه بشكل. لا، يبقى الناس اللي عنده اللي بتراجع هتعاني مر المعاناه. يبقى اذا هو عنده وان ستاندرد، الستاندرد ده هو موحد يفرضه على كل الشركات وتشتغل بيه. وده اللي احنا بنحاول مع الهيئه الهندسيه القوات المسلحه انها تعمل حاجه زي كده، لان بتتعامل مع شركات كتير وكونسلتنتس كتير قوي، فدي مهمه توحيد الشغل، وبالتالي هو لازم يفرض عليه. لو انت عندك ستاندرد وهو وافق عليه، كلاينت ما عندوش مشكله انه يستلم بستاندرد، اوكي، عنده ستاندرد معين بيدي لك انت، البيم مانجر بقى بيدرس الستاندرد ده وبيكيفه ازاي يوضع ويبقى سنترلايزد علشان كل الناس تشتغل عليه، ما يبقاش مجرد مانوال موجود الناس ممكن تكون ما بتفتحوش. وبعدين في نقطه مهمه قوي يا جماعه، لما يكون عندك ستاندرد، الستاندرد ده مش مجرد مانوال، يعني مثلا يا جماعه عندنا الستاندرد بتاع الشركه المانوال او خد اقرا. طب المانوال جميل وحلو ومعمول بطريقه كويسه، طب فين بقى فين التولز دي؟ فين الحوائط اللي احنا اتكلمنا عنها؟ اوكي، فين البلوكات؟ فين الفاميليز؟ فين الكلام ده؟ اوصل له ازاي؟ هتلاقيه فولدر موجود على تمام، يدور بيتوه ما بيلاقوه، والراجل غصب عنه لازم يشتغل، فبيعمل ايه؟ يروح حاطط ما عنده. زمايله اللي حواليه مواجهين نفس المشكله، ودي كانت بتحصل، انا بتكلم في واقع. عنده شويه فاميلي، اهي خد انا حاططها لك على الكومن استخدمه. وتيجي تتكلم مع الكلاينت يقول لك انا عندنا مانوال، عندنا ستاندرد. طب فين الستاندرد؟ تخش على الواقع الفعلي على السيرفر، فين يا جماعه؟ ما فيش، كل واحد بيشتغل لحاله. يبقى اذا الستاندرد is not a manual. الستاندرد هو ايجاد وعمل الستاندرد ريفرنسز كلها بالبروسيجرز بتاعتها، وتتحط على السيرفر والناس تتدرب عليها، ونطلع عليها بايلوت بروجكت، والبايلوت بروجكت ده بيطلع، ولو في اخطاء بترجع ندي فيدباك ليها، زي ما هوريكم دلوقتي في برزنتيشن، نعمل فيدباك ونحسن الاخطاء اللي حصلت. كل ده اليوزر هي اللي بتعمله بايديها، وبعدين نبدا ناخد مشروع بقى فعلي. يبقى هم اتدربوا على الستاندرد، بعد كده نعمل المانوال. المانوال ده تحصيل حاصل، لكن ازاي اوفر التول تكون جاهزه وسهله للوصول اليها. اوكي، هاجي هنا للموديل ورك فلو. انا عندي فور اكزامبل اركتكتشر، انتيريور ديزاين، ستراكشر، وهكذا. انا ما بتكلمش في ريفت موديل لينك ورك فلو، انا هسحب ده المعماري ريفت لينك. طب اوكي، هتسحب المعماري والانشائي، يسحب المعماري عنده، والالكتروميكانيكال سحب المعماري، الموديل المعماري اوكي، وبدا يحط شغله عليه. مش ده اللي نقصده، اللي اقصده البروجكت ورك فلو. من خلال ايه؟ من خلال الاساسيات المشروع، بنبني المشروع عليه، اللي هي ايه؟ المعماري اول حاجه بيحدد لي الليفلز والجريدز، اوكي، الانشائي بياخدها تمام. بعد ما بيتحدد الليفل والجريدز، اوكي، الانشائي بيسحب الكلام ده من المعماري ويحط الاستراكشر كولمز بتاعته. اوكي،
في سؤال بقى، والسؤال ده انا معلش يا باشمهندس احمد، ممكن بس نفتح المناقشه 5 دقائق علشان المناقشه دي هتسر الامر لما نكمل بعد كده. انا عارف ان هرمي حجر في ميه كده هتظهر ناس كتير بمشاكل. دلوقتي يا جماعه، مين اللي بيحط اللوكيشن بتاع الاعمده؟ مين اللي بيحط اللوكيشن بتاع الاعمده؟ مين اللي بيحط المعمار الاماكن الاعمده؟ اوكي، طب جميل قوي. الناس بتقول المعماري، واحد بيقول الانشائي، واحد بيقول على حسب المشروع. اوكي جميل قوي. في باشمهندس شادي بيقول المساح، ايه المساح ده؟ المساح اللي هو السيرفيور، يعني ايوه السيرفير يعني توبوغراف. بس المساح ملوش علاقة بوضع ال لا ملوش علاقة بالمعماري. بصوا يمكن يا جماعة، قصده في حاجة اكزيستنت يعني. طيب المفروض الإنشائي بالتنسيق مع المعماري. بصوا هتلاقي، بص آراء كتير مختلفة، لو فتحنا الشات هتلاقوا فيه كمية آراء كتير قوي. طب حلو قوي، هسأل سؤال تاني. مين اللي ليه اكسس وهو اللي بيحط يعني ليه اكسس على انه يسحب الاعمده ويحطها؟ احنا قلنا مين اللي بيحط اللوكيشن بتاع الاعمده، ناس كتير قالت المعماري وناس كتير قالت الانشائي وفي ناس قالت بالتنسيق، ده كويس قوي. طب مين اللي ليه اكسس على الاعمده؟ الاعمده يعني ممكن يبقى في فولدر او موديل للاستاتيكال سيستم، الاعمده المعماري هو اللي عمله as architecture column، لسه الاستراكشر كولم ده اللوكيشن. طب الاستراكشر كولم اللي هاخده واحطه عندي واشيل المعماري، مين اللي ليه اكسس على اللوكيشن بتاع الاستراكشر كولم وهو شغال عليه؟ يعني على التري، على السيرفر، ما هو ده موديل اوكي وبيتسحب بريفت لينك. هو مش المعمار، مش الانشائي ممكن يجي يعدل اكوردنج للستاتيكال سيستم اناليسز او ستراكشر اناليسز ويغير لي في القطاعات بتاعه الاعمده، وبالتالي المعماري يفاجئ بان الاعمده اتغيرت وهو شغال، ممكن يكون مش واخد باله منها ويفاجئ وقت التسليمه ان المعماري لف الانشائي لف عمود مثلا. ها يبقى لازم يتعمل ايه؟ في ناس بيقول بيتسحب كوبو مونيتورنج، مظبوط. يبقى لازم المعلومه عشان توصلني في اكتر من طريقه، يا اما كوبي مونيتور، يا اما الانشائي ملوش اكسس على الموديل بتاع الاعمده والمعماري بس هو اللي ليه اكسس عليه ويسحبه ويعدل فيه لسبب، علشان لما الانشائي يعدل في القطاع بتاعه يروح يقول للمعماري انا عدلت في القطاع ده، اعمل اوفر رايت على الموديل اللي عندك. اوكي يبقى اذا خلونا نوصل نقول ايه، ان احسن طريقه هي ان احنا قفلنا على الاكسس على الانشائي، هو يغير في الاستاتيكال سيستم، يغير في القطاع بتاعه، بس مش هيحطه في الموديل الا لما يرجع للمعماري. تمام. فطبعا طبعا باشمهندس اسامه بيقول ان في كوردينيشن، طبعا ده اساسي لازم يبقى في كوردينيشن، بس لازم يبقى في لازم يبقى في كوردينيشن، ولازم يبقى في للتعديل فورم، موديل فورم، ويبعت بيها ان حصل تعديل في الستيج بتاعت ال 30% دي مثلا. اوكي المعماري الانشائي غير في الاستاتيكال سيستم و بيديها للمعماري، ينفورم المعماري والمعماري لازم يمضي انه عرف. اوكي مش كفايه ان المعماري يكون ساحب الانشاء. اوكي ده مهم. طب هو ممكن انشاء يسحب موديل المعماري اللينك وبعدها المعماري يسحب الانشائي ويعدله مع بعض في اللينكات، ده مظبوط، بس ما هو المعماري ممكن يسحب الانشائي موديل از لينك
اوكي، ما هي دي المعلومه بقى. بس الانشائي ليه الاكسس انه هيعدل، فيفاجئ المعماري وهو عنده ساحب بريفت لينك للانشائي للاستاتيكال سيستم او الاعمده ان الاعمده اتعدلت. اوكي، الاحسن ان هو الموديل الانشائي موجود في مكان على السيرفر، والمعماري هو اللي ليه اكسس عليه. لما يغير الانشائي يقول له انا عدلت، يقول له عدلت ليه وفين، يشوفوا يبداوا يتخانقوا مع بعض. انما ما يسيبش المعماري يكتشف وبعدين تبدا الخناقه. الخناقه لو بدات مؤخر دي مشكله، لازم الخناقه تبدا بدري. اوكي، فطبعا وافضل طريقه طبعا هي الكوبي مونيتور علشان يديني دي الالرت. طيب ده الكوردينيشن عشان تنفض الخناقه بدري بدري، وده صحيح، ده صحيح. المعماري والانشائي دايما بيتخانقوا مع بعض ويقطعوا في هدوم بعض وقصه كده، لغايه لما بيدخل بعديه الالكتروميكانيكال ليهم خناقه تانية بقى. الكتروميكانيكالز ليهم خناقه تانية بعد كده في المتطلبات بتاعتهم. طبعا في بيبقى في ديزاين كرايتيريا في الاول، وكل واحد عارف السيستم والاكويشن بتاعتي، وبعد كده بيبدا لما بيبدا يشتغل بتظهر مشاكل بقى الكتروميكانيكال، اللي هو انا الكيبل تري ده عدى من كاميرا. طب الكاميرا دي تقيله وشايله في سبان كبير ولازم تبقى تقيله وساقطه. اوكي، الكيبل تري طب ما تنزل من تحتيه، لا مش هنزل، دماغي قافل على كده. طب الدكت، اوكي نفس القصه، خلاص اعمل لي سليف في الكاميرا. اوكي، ما سيبهاش في السايت. تلاقي بتوع الكتروميكانيكال مش موجوده ومفيش كوردينيشن، افتح يا عم سليف، هات الهيلتي وكسر. دي مصيبه، دي مصيبه. طب ما واحد يجي يفتي يقول لك طب ما البندنج مومنت بيتاخد من تحت، ما الحديد تحت مفيش حاجه في النص. يا جماعه مفيش الكلام ده، بتشوف احيانا في الموقع بلاوي. فلازم تبقى كل الامور محلوله من البدايه. اوكي، في الشات في ناس لازالت برضو يفرق برضو الكوبي مونيتور. طب بالنسبه للانشائي بياخد تتعارض كتير الدكت مع الكيبل تري؟ بالظبط، لازم انشائي يرضي جميع طبيعي لازم الانشائي يرضي جميع الاطراف، لان هو ده الهيكل العظمي اللي شايل الجثه. المبنى مش هيتشال الا من خلال الانشائي، الفكره المعماريه مش هتطلع الا لما الانشائي يقول اه دي تطلع ولا ما تطلعش. وبالتالي الانشائي ليه كل الاحترام والتقدير في ان هو يكون بيشتغل وبيدينا اللي احنا عايزينه، او احنا برضه ما ننتقلش عليه. بس برضه لو هو انشائي متمكن في الديزاين هيرضي جميع الاطراف. يعني على سبيل المثال، انا كان في تور بس للاسف صورته مش معايا. طبعا مهندس اسامه العزيزي، انت انشائي يا باشمهندس مش كده؟ اسامه العزيزي ما هو بص، انا دايما اقول بص، انا الباك جراوند بتاعتي من سيفل انجينيرنج. بص عايز اقول لك ان انا دايما اقول المهندسين مدني دول شياطين. بيعملوا كل حاجه واي حاجه، فاهم ازاي؟ بس الشاطر فيهم. فلا المواسير، انت بتتكلم في مواسير، ومش مواسير بس، ده انت عندك مواسير ودكتات وكيبل تري قصه. فالانشائي كل ما يكون انشائي شاطر، كل ما يوفر او يخلي احلام المعماري واقع يتحقق. اوكي، كان في تاور، ووتر تاور، معمول اعتقد في خميس مشيط السعوديه. الووتر تاور ده الرسمه المعماريه بتاعته، الديزاين والموديل المعماري تحفه معماريه، تحفه معماريه بمعنى الكلمه، ولاند مارك في المدينه، ومعمول فيها الجزء كوره من فوق وهو شكل سيف. اوكي، والسيف ده هو عباره عن الاعمده اللي شايله التاور ده، وفي فوق مطعم دائري وحاجه كده رائعه. الموديل ده بعد ما الانشائي حط ايده عليه طلع حاجه تانية خالص، شكله يعني. فبالتالي ما هو الانشائي لازم يعمل لك حاجه تتشال، ما هو ما يعملش حاجه عند اي ايرث كويك ولا اي ويند لود
مع الميه، وانت عارف الووتر فلويد لما بتتحرك بتاخد كاينيتيك انرجي، تمام، مع البوتنشال ده كل ده هدك على وكمان من فوق مخنوق شويه، فطبعا كان شكله صعب. فضلوا يوصلوا يعني رايح جاي مع الانشاء والمعماري لغايه لما وصلوا لشكل جمالي مقبول وفي نفس الوقت ينفع يتنفس. فاللي عايز اقوله كمثال تاني، زها حديد رحمه الله عليها، زها حديد يا جماعه كل الديزاينز بتاعتها لو اديناها لاي مكتب انشائي عادي ولا ناس مش تالنتد، اللي انت بتعمليه ده ما ينفعش. ولكن زها حديد كان بيتم اختراع ماتيريالز ليها مخصوص علشان تشيل الفكره المعماريه بتاعتها، بيتعملها ابحاث. طبعا كل ده بتكلفته، ولكن اللي عايز اقوله ايه، ان الموضوع ينفع يتنفذ فطبعا ينفع يتنفذ، ولكن إمكانية تنفيذ ده المعمار الإنشائي هو اللي بيحطه، يقول له ده ينفع يتنفذ أو ليها أو لا. أوكي، عندي هنا المعماري بيبدأ يشتغل، يحط الأوت لاينز بتاعته، الفاسيدز، الكيرتن وولز، الدورز، الويندوز، وهكذا. اوكي، الستراكشر كولمز بروبوزد اهي. اوكي، وبعدين الستراكشر فلور، هذا الستراكشر فلور بياخد ويدي سامه ورايح جاي لغايه لما نتفق على السلاب ايدج بتاعتي، وبعدين المعماري بيبدا يشتغل لحاله، والانشائي بيبدا يشتغل لحاله لانتاج المشروع، وبعدين في السيلينج عندي برضو بيبدا يروح لمين، لبقيه الاقسام، وبيردوا معايا في الشغل. طبعا ليها تكمله، اوكي، بس بحاول ابعتها لكم يعني. طب عشان الوقت، انا عندي دي البين دوكيومنتيشنز، دي البروسيجرز، الورك فلو بنعمل ايه في الورك فلو، المعماري يعمل ايه، دي الدوكيومنتيشنز بقى بالستاندرد، الكتريك والاتش فاك، الاستراكشر، كل دي دوكيومنتيشنز بيتعمل. انت هتعمل ايه، تسحب ايه، ادي المعماري، ادي الجريد والليفلز، بيانفورم الاستراكشر ديبارتمنت، دي البروسيجرز بتاعه انتاج الموديل، بتبقى دوكيومنتد. طب بعد كده في عندي تشيك ليست، تشيك ليست خاصه بالموديل ورك فلو. اوكي، مين سحب ايه، الكلام ده مظبوط، النيمينج كونفنشنز بتاعه الفيوز والشيت ده ستاندرد بقى، اتس اوكي. استدي اند كوردينيت اباوت اباف سيلينج يوتيليتي سبيس بروجرام، اتس اوكي، تم دراسته. السيلينج هايت كوردينيتد والكلاش فري، اوكي. الروم سكوير فوتاج كومبلاي وذ ذا بروجرام ريكويرمنتس سبيس بروجرام، اتس اوكي. دي التشيك ليست اللي بتضمن لي ان الناس كلها شغاله على الستاندرد واحد. دي برضو التشيك ليست الخاصه بالانشائي، برضو الكوريكت نيمينج كونفنشنز والفيوز والشيتس، خلي بالك ده ستاندرد عشان تضمن ان الدوكيومنتيشنز دي هي مراجعه وتاكيد للي احنا قلناه اللي فات ده كله. اوكي، اللينك كاد اند بيم فايلز لودد بروبرلي، الموديل اوبجكتس كوريكت ليفل، الاول فلور ليفلز ديفاين اند ماتش اركتكتشر هايت، كل دي يا جماعه لازم توضع في البيم ستاندرد. البيم ستاندرد مش مجرد تولز انت بتستخدمها بس، ده تولز وكمان دوكيومنتيشنز وتشيك ليست، اوكي، تضمن ان احنا شغلنا كله مظبوط. الكلاش ديتكشن ورك فلو ده بتاع المعماري مع المعماري، اوكي، في كلاشز ولا لا، اوكي، المعماري مع الانشائي، ادي الاتش فاك والهاي كرنت الالكتريكال، اوكي، وهكذا. طب دي تشيك ليست خاصه بايه، بكوردينيشن، اهي ماتريكس معموله لازم يبقى عندك منها ستاندرد. اوكي، يبقى اذن يا جماعه الستاندرد هو توحيد لكل اللي احنا اتكلمنا عنه. ادي الدومين وادي النتورك اللي اتكلمنا عنها واهميتها، وبالتالي لازم يكون عندنا سيرفر كل الناس بتقرا منه علشان اقدر اعمل البيم ستاندرد بتاعي.
ماشي. نيجي هنا بقى نلخص بقى الكلام ده كده في وقت قليل علشان ننهي الموضوع بتاعنا. يبقى when working as a project team، ادي بقى البيم ستاندرد، يبقى الكوميونيكيشن هي مفتاح لنجاح البيم. ماشي، دي مهمه جدا. الكواليتي اند بروفيتابيلتي اوكي اوف اور بروجكتس ار ديتيرمايند، دي بقى بتحدد من خلال ايه؟ الاكيورسي والكوميونيكيشن. عندك اكيورسي في البرودكت ويل دوكيومنتد ويل كوردينيتد، في كوميونيكيشن بينك وبين اللي عندك، في كولابوريشن، اوكي يبقى انت عندك في بروفيتابيلتي. جت منين؟ ان عدد المشروع، ساعات المشروع، ساعات الخاصه بالمشروع، انت حاطط لها 10000 ساعه، المشروع خلص في 9000 ساعه، يبقى ال 1000 ساعه دي مكسب للمكان. اوكي، هنا البيم ستاندرد بيتاكد انشورز وي ار اول سبيكينج ذا سيم لانجويج، يعني كلنا نتحدث لغه واحده، اللي هو ايه؟ التوحيد. اللغه الوحيده ده في التوحيد، في المسميات، في الريفرنسز اللي بنستخدمها، في الفاميليز، الشكل البرزنتيشنز او الاخراج، الكولابوريشنز اللي بيننا، التشيك ليست، البروسيجرز، الدوكيومنتيشنز، كلنا بنتكلم لغه واحده. حتى لو جه فرد، عايز اقول ان لو اكس شغال على الموديل وخرج ودخل واي، هنضمن ان الموديل خارج بنفس الكيفيه ومن نفس المكان. لو جه حد تعين جديد بيتعلم وبيتدرب على الستاندرد، بيدخل معانا بدون مشاكل، يبقى اذا بيبقى بينتج، وعجله الانتاج سرعتها ما بتقلش، لان اللي دخل معايا فهم الستاندرد واستوعبه واشتغل. اوكي، الكولابوريشن ده مهم جدا برضو. الكولابوريشن مهم ولازم يبقى فيه سنترلايزيشن زي ما قلنا، لان هنا ال today's changing workforce effective collaboration is paramount. ده مهم جدا، علامه الافكتيف كولابوريشن ده مهم جدا. يبقى البيم ستاندرد والستريم لاين ورك فلو اند كرييت ديجيتال فايلز ذات ار ايزير تو شير. ماشي، فالافكتيف كولابوريشن فعلا بيزود التيم ريسورسز، maximize efficiency, increase production volume and lower cost. وده فعلا بيقلل الكوست مع الوقت، لانه بيقلل ساعات المشاكل، الساعات المهدره في حصر المشاكل. consistency، لان انا عندي ان المشروع فعلا consistent, coordinated, well presented, zero clash detection. انا عندي المشروع تكنيكالي مظبوط، لان انا الوقت اللي كنت بضيعه في الموديلنج وفي الدرافتنج والبرزنتيشن خلاص راح، حاجات انت ما تفكرش فيها. يبقى اذا الموديل انت وفرت وقت في التكنيكاليتي، في الديزاين، في الكود، في تطبيق الكود في المبنى. اوكي، في فعلا دراسه امريكيه بتقول ان 1 دولار every 1 دولار 3 دولار spent 1 دولار wasted في الكونستراكشن، في افري دولار 3 دولار سبين، ذير از 1 دولار ويستد ان ذا كونستراكشن. بيطلع بسبب ايه؟ بسبب حاجه كتير قوي. طبعا السرعه المهمه جدا، سرعه انتاج الموديل والاكيورسي زي ما احنا اتكلمنا، سرعه في انتاج المشروع، انت ما بتضيعش وقتك في انك تدور على حيطه او تدور على ديزاين كان معمول قبل كده، او هتضطر تخش تعدل في الاستراكشر بتاع فاميلي معينه، لان كل حاجه المفروض جاهزه عندك. بتبدا تعدل في اضيق الحدود، مش بنقول انت ما تعدلش خالص، لا، في اضيق الحدود، يبقى في واحد هو مسؤول عن التعديل، شاطر في الحته دي. اوكي، طبعا انا يهمني الاكيورسي. ليه؟ في نقطه مهمه يا جماعه، البيم ستاندرد يوزليس وذاوت انفورسينج فروم الابر مانجمنت. ركز كويس قوي في النقطه دي. لو الابر مانجمنت مش مهتم وكل اللي يهمه انه يسلم وخلاص، يبقى البيم ستاندرد اللي ضاع منه. وكنت قريب في مكتب بنعمل برزنتيشن، يعني السي او خاص بالمكتب قال ان الستاندرد لازم يفرض على كل من هو موجود، كبير ان كان او صغير. قلت له يبقى احنا كده بنضمن نجاح الايه؟ تطبيق البيم ستاندرد. اوكي،
هنا create better design faster and cheaper product your clients will see the difference. هنا في الجولف ماركت global preferred delivering project according to national BIM standard او ده بالنسبه للناشونال بيم ستاندرد والاي اي اي بالنسبه للكاد والبيم ايزو دلوقتي في الموضوع اللي احنا فيها دلوقتي. اوكي طيب دي البيم بيم اوتوميشن او البيم بروجرامينج. احنا بندرب المهندسين عندنا على البيم ستاندرد وعلى البيم اوتوميشن بروجرامينج وفي نفس الوقت بنعمل كاستم ديفلوبمنت للشركات حسب احتياجاتهم والشغل بتاعنا بيبقى لازم يبقى فيه API development وسكريبتات وحاجات تسرع وقت الشغل مع اللي احنا قلناه فوق. طيب دي لازم البيم كوردينيتور او البيم مانجر يفضل يكون عارف programming. يفضل البيم انجينير كلمة يفضل تبقى لو في اعلى منها شوية طبعا احسن ان هو يكون عارف programming عشان يوفر وقت الشغل. هاجي هنا بقى الكوردينيتور والبيم مانجر ديوتيز اند ريسبونسبيلتيز. بص يا جماعه ده مهم قوي اللي هتكلم فيه بقى ده مهم جدا جدا وبعدين نفتح باب الاسئله ناخد دقايق وعلشان نخلص. اوكي هي علم من اعلام العماره طبعا زي حديد رحمه الله عليها يعني. دلوقتي مين ياسر سلمان في بعد حاجة بس نشوفها صورة فده يهمني الحتة معلومة مهمة ان البيم مانجر او البيم ستاندر او البيم كوردينيتور او البيم سبيشاليست او البيم انجينير كل دي مسميات ليها job description يا جماعة وليها duties globally معروفة. اوكي فبالتالي بيحصل confusion هنا بقى بيحصل confusion في ايه؟ ايوه الله ينور عليك انا عامل ايه انا شير باش مهندس الشير هو مش عامل شير ولا ايه؟ شايفين الصورة يا جماعة؟ شايفين الصورة؟ ده الووتر تاور الخميس مشيتي. أيوة باشمهندس ياسر سلمان حضرتك كنت شغال في زور فايز؟ هو ده التاور اللي احنا اتكلمنا عليه. طبعا كانش بالوضع ده خالص معماريا ما كانش كده كان سعودي تك بس واضح ان انتوا اشتغلتوا في المشروع ده. عايز اقول ان المشروع ده يعني كان السيف اللي جاي اللي هو التاور ده كان على شكل سيف كان جاي كده وطالع مخنوق من فوق وطالع بشكل انسيابي مع الكوره. النسب دي ما كانتش كده خالص كان شكله معماريا اهلا بيك كان شكله معماريا غير كده بس برضو هو شكله مش وحش ولكن كان في خميس مشيطة كان شكله احسن من كده بكتير بس طبعا الانشائي لازم يدي لك الهيكل العظمي اللي يشيل الجسم فبالتالي لازم يبقى مظبوط علشان يقدر يشيل الجسم كويس. فده الوتر تاور يا جماعة اللي كنا بنتكلم عليه وفي مطعم فوق بس هو حاجه جميله لاند مارك يعني. هاجي هنا بقى البيم كورنيتور والبيم مانجر ديوتيز. بص بقى انت مهمتك ايه يا جميل؟ البيم مانجر اند بيم مانجمنت ديوتيز مهمتك تعمل ايه بقى؟ اولا بتعمل اسسمنت للمكان اللي انت رايحه وبتشوف الكرنت سيتويشن عنده بقى النتورك الانفراستراكشر نتورك انفراستراكشر سيتويشن زي ما قلت قبل كده ان انا عندي في الانفراستراكشر انا لما رحت كيان بشوف بعمل واضح انت عامل في اكتر من
بس ديزاين كان في زوربا الكلام ده من 2007 2008. فانت عندك بتعمل ايه؟ بتعمل اسسمنت. اسسمنت ده مهم جدا بتعمله، ده البيم مانجر والبيم كوردينيتور. ركزوا معايا يا جماعه، البيم مانجر والبيم كوردينيتور. بتعمل اول حاجه بتدخل تقعد مع الناس، انا بعمل اسسمنت للنتورك انفراستراكشر، هل عندهم سيرفر ولا لا، هل عندهم دومين كنترولر واكتف دايركتوري ويوزرز بيرميشنز وناس شغاله على السيرفر ولا لا. طبعا موجود ده كويس. طب هل الناس دي ليها، هل انت الهاردوير اوكي، هل الهاردوير ده هينفع وينفع شكل المشاريع لو انت هتطبق بيم موديل؟ يعني ممكن يكون سيرفر مش هيتحمل الترافيك والانفورميشن اللي راحه وجايه من اليوزرز از ا موديل. اوكي طيب، لازم نعمل اسسمنت لليوزرز اللي موجودين، نعرف مستواهم عامل ازاي في البيم تول، سواء ريفيت ولا اركيكاد ولا بريكس بيم ولا غيره. اوكي مهاراتهم في استخدام التول، هل عنده بيم ستاندرد موجود ولا لا، او عنده كاد ستاندرد موجود ولا لا. اوكي يبقى اول حاجه بشوف الكرنت سيتويشن، بعمل اوفرول اسسمنت، بعمل استراتيجي ديفلوبمنت. احنا بنطور وبنبدا نحط البلان بتاعتنا ونطبق البلان بتاعتنا. اوكي طبعا اللي بنعمله ده والتطبيق بيبقى على بايلوت بروجكت، وبعدين بنوصل للي احنا عايزينه. البروجكت طالع مظبوط، بنعمل فيدباك ونعمل اعاده اسسمنت من تاني، بس طبعا بيبقى نيجلكتنج كل ده لان خلاص المعلومه بقت عندي. بنعمل اسسمنت لمين؟ للمفردات الخاصه بالستاند. بعد ما نعمل اسسمنت بيدخل في الاكزكيوشن بلان، طلع الايه الاوتبوت ده اللي احنا عايزينه، اتس اوكي يبقى ابروفد. نبدا ندخل في مشروع فعلي داخل في البروجكت مانجمنت ديبارتمنت او داخل از بروجكت بوليس سكادول، نبدا نشتغل عليه. اوكي طيب دي مهمتك. برضو مهمتك انك تبقى فاهم الفاينانشال بروسيس بتاعت المكتب، بمعنى انت برضو لازم توفر للكيان اللي عندك. انت عندك بادجت سنوي، بادجت للتدريب، بادجت للسوفت وير هارد سوفت وير والهارد وير ابجريد، انت مرتبط بالبادجت. لذلك بنقول دايما نجاح البيم مانجر لازم يكون اندر ال السي او او الفايس بريزيدنت او ايا كان الجنرال مانجر، ده ضروري. ليه؟ علشان ياخد القرار من على طول. فاذا لازم فكره بالفاينانشال استراتيجي بتاعت المكان، وانت من خلالها بتبدا تحط، هو بيدي لك بادجت وانت بتبدا تحط بلان بتاعتك، شورت ولونج تيرم بلان. انا عايز ادرب المهندسين، طب هدربهم على ايه؟ طب الفيرجن الجديد ده ايه اللي موجود فيه؟ هل هنجيب شركه من بره تدرب ولا انت في وقت انت فاضي تقدر تدرب المهندسين؟ ده خلاص، ده احنا كده بنتكلم في ان اوريدي انت عندك كاد او بيم ستاندرد. اوكي كاد او بيم ستاندرد، يبقى اذا انت تقيم الكلام ده وانت اللي مسؤول وبتعمل التكنيكال سبورت ليه وتحط البلان ليه. اوكي دي من ضمن المهام الاساسيه الخاصه بالبيم مانجر او البيم كوردينيتور. الاثنين دول بين قوسين كده دول في الميدل ايست. اوكي خلاص احنا عملنا اسسمنت للنتورك انفراستراكشر والاي تي والورك ستيشن هاردوير كرنت سيتويشن. اوكي الكلام ده مهم وقلنا عليه بيتبني عليه الستاندرد، بتيفالويت الهاردوير والسوفت وير، بادجيتنج وبرتشيزنج بلان. يعني انت جالك قرار انك هتعمل ابجريد للسوفت وير، خلاص صاحب الشركه لقى ان في مشاكل، طب المشاكل دي حلها ايه؟ حلها ان احنا هناخد فيرجن جديد في شويه ادفانسد تولز كده وهيحل لنا مشاكل بتظهر عندنا، خلاص نعمل ابجريد.
طيب نعمل ابجريد يا باشمهندس. اعمل نعمل ابجريد، ده جميل ممتاز. طب عملت ابجريد، واجهت ان عندك مشكله في الهاردوير، في الهاردوير از ماشين كمبيوترز، وعندك مشكله في النتورك، يبقى انت كده بتحط الشركه في موقف مش مظبوط. يبقى انت صاحب القرار، انت اللي مسؤول عن قرارك. ده يجي عن ايه؟ عن معرفه. اوكي، دي بقى مهمه جدا، وده اللي احنا كنا بنتكلم فيه. بالديفلوب تو امبلمنت اند انفورس البيم ستاندرد. انفورس بيم ستاندرد، الناس كلها بتضرب بعض، تخانق مع بعض في البروجكت ورك فلو والموديل ورك فلو اللي احنا اتكلمنا عليه. يبقى انا لو عندي بيم ستاندرد سيتلد، كل واحد عرف المهام بتاعته وعرف هيبدا منين وهيدي مين، زي ما اتكلمنا في قصه المعماري والانشائي مع الالكتروميكانيكال، خلاص المشاكل دي مش هتبقى موجوده اصلا، لان اوريدي كل شيء دوكيومنتد، وانت عندك ريدي ميد بيم ستاندرد بالبروسيجرز بتاعته، بالورك فلو، بالدوكيومنتيشنز، كل الناس ملتزمه بيه. يبقى الاجتماعات اليوزلس دي مش هتبقى موجوده اصلا. اوكي، هنا بقى البروجرامينج مهم. قلنا ليه؟ انت عندك كل شيت بتطلع او كل موديل بيبنى ترانسليتد انتو اورز، تمام؟ فلذلك لما بتستخدم البيم بروجرامينج لازم تضمن ان الوقت المبذول في انتاج الموديل اكيد بقى وقت اقل، لسبب لانه اوريدي الوقت اللي ضايع في ريبيتيتيف تاسك، المهام المتكرره اللي انت بتعملها، ما ممكن البرنامج يدخل يعملها، تعمل سكريبت بداينامو او تعمل برنامج ادونز بالريفت اي بي اي وتدخل على طول تنفذ الكلام ده بالبرنامج. يبقى اذا انت وفرت وقت كبير. برنامج ممكن تعمله يعمل تشيك على الكود، تشيك على الكود يعني الحيطه دي هل هي بتوافق مع الكود ولا لا، المسار اللي موجود الخاص بالهروب ده بيتوافق مع الكود ولا لا. اوكي، الارتفاعات توافق مع الكود ولا لا، الارتفاع بتاع السيلينج وهكذا. اوكي، فبيوفر لك وقت ويطلع لك المشاكل اللي موجوده. طبعا ضمن المهام بتاعتك دايركتنج اند اورينتنج بيم يوزر. اوكي، بروفايد ان سكيدول اندور اند اوت دور تريننج. الجزئيه بتاعت الدايركتنج اند اورينتنج بيم يوزرز دي اللي بيشترك فيها هنا في مصر او في الشرق الاوسط، بيبقى الموضوع ما بين البيم كوردينيتور وما بين البيم مانجر، بس مينلي لو هنتكلم البيم كوردينيتور هو المسؤول، هو المسؤول عن بيعمل ترابل شوتينج، هو المسؤول عن انه يتشيك على الموديل، هو المسؤول عن انه البرزنتيشنز والادجاستنج تولز، استخدام التول الريفت. لما اقول لك عن بيم كوردينيتور يبقى هو اللي مسؤول عن انه يستخدم السوفت وير ويادجست التمبلت ويادجست الفاميليز ويادجست الكلام ده كله، ده البيم كوردينيتور. البروجكت مانجر ما بيعملش الكلام ده، لان جلوبالي البروجكت مانجر مش شرط يكون عارف ريفت اصلا، مش شرط يكون شاطر في التول. اوكي، فاللي عايز اقوله اللي بيبقى قريب من الناس وقريب من التولز البيم كوردينيتور. اوكي، اللي احنا قلناه اللي فات ده كله خاص بالبيم ستاندرد، البيم مانجر والبيم كوردينيتور. طبعا احنا كل اللي قلناه ده مهم جدا للاثنين، لان البيم مانجر هما بره بيقولوا ان مش شرط يكون عارف بيم تول زي الريفت مثلا، لكن انا بقول لا، لو انت بتستخدم تول للبيم يفضل تكون عارفها كويس. حاجة تانية بقى مهمة، enforce البيم users. عشان تenforce البيم user لازم اليوزر تجبره على انه يشتغل، تجبره على انه يلتزم بالستاندرد. عشان كده في حاجتين مهمين قوي، لازم توفر الادوات لليوزر سهل انه يوصل لها علشان ما يبقاش لي حاجة. اوكي، ولازم تكون واخد ال 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 الجرانتي مش لا بس حاجه فور فان كده يعني، بس اليوزر ان هو يكون
بتواجه اليوزر كويس، بتكون قريب من اليوزر، اليوزر بيبقى عنده ثقة فيك في ان هو لو واجهته مشكلة هيلاقي حلها عندك. اوكي، بس انت قبل ما تحاسب باليوزر لازم تكون موفر له سهولة للوصول للمعلومة، دي اهم حاجة. عشان كده بنقول ايه، البيم مانوال مش هو الحل، التولز اللي موجودة في مكان سنترلايز سهل الوصول اليه هو ده الحل الاساسي وهو ده المطلوب. اوكي، فاحنا بنقول البيم مانجر مانجمنت ديوتيز برضو بقى، دي بقى مهمه جدا بالنسبه له، الكيو ان كيو سي دوكيومنتيشن، ده اللي احنا اتكلمنا عنه، ودي الدوكيومنتيشنز اللي اتكلمنا عنها، البروجكت دوكيومنتيشن، البروجكت فورم، البروجكت ديسكريبشن، الستيج ديسكريبشن، الورك فلو، وهكذا اللي احنا اتكلمنا عنه ده. كل ده لازم يكون ما انت مسؤول عنه. الاركايفنج، يا اما تستخدم تول للاركايف لسهوله الوصول للمشروع او للمودلز او هكذا، بتبدا انت مسؤول عن انك تدور على الكاتنج ايج الجديد، ايه الجديد، وهل الجديد ده في التكنولوجي الخاصه بالبيم او بالكاد او بالسوفت وير ينفع يتطبق عندي في الشركه ولا ما ينفعش، هل انا ممكن استخدمه ولا ما استخدموش. اوكي، فدي مهمه. انت برضو الفرونت اند اللي بتواجه التكنولوجي بره، بتحضر معارض، بتسافر كتير، عشان كده البيم مانجرز متدلعين يعني، سفر في كل حته، معارض في اكتر مكان. لو الشركات بتهتم بالريسيرش اند ديفلوبمنت دي بتبقى سبورت ليه بشكل كبير، وبيبدا يعمل بلان، ومن ضمن البلان بتاعته انا شفت حاجات جديده تنفع تطبق عندنا، بيتعلمها، بيدرب الناس عليها، او بيجيب ناس تدرب اليوزرز عنده، زي ال 3D printers وغيرها من ايه التكنولوجي. طبعا متشكرين بكل اللغات، واكيد الناس وصلت للمرحله دي، فاحنا شاكرين لكم، ده النهايه. ما احبش طبعا الناس مش قاعده قدامي، فانا طبعا مش عارف هل الناس وصلت للمرحله دي ولا لا، بس نبدا نسال بقى يا جماعه، نبدا نسال، بارك الله فيك باشمهندس وسام، نبدا نسال ونشوف الاسئله بتاعتنا. اوكي، سؤال برضو كان جاي من مهندس بشار، هل البيم مانجر هو اللي بيصنع التولز جميع الاختصاصات، ولا فقط بيعمل تشيك وينسق العمل في جميع التخصصات؟ طب بص يا باشمهندس بشار، هو فعلا البيم مانجر مش هو اللي بيعمل الكلام ده، يعني لما بنيجي نعمل نطبق بيم ستاندرد بندرب الناس، عندي ناس متخصصه هي اللي بتعمل الكلام ده. اوكي، ناس شاطره في التول. اوكي، وبعد كده في فرد بيجيني من كل قسم هو اللي مسؤول عن انه يأجست الفاميليز الخاصه بالقسم بتاعه، سواء اتش فاك او الكتريكال او وبالكوردينيشن مع البيم كوردينيتور، بنبدا نقول ونطبق ده، لان هو انت البيم كوردينيتور في القسم مسؤول عن انه يعمل لي الفاميليز، وهو عارف وشاطر كويس في انشاء الفاميليز، وهو عارف سيستم الشغل عنده، بيديني التولز دي، بنبدا ندرسها ونشوف البرزنتيشن بتاعها عامل ازاي، تخانات الخدود اللي هتطلع عامله ازاي في اوضاع كتير مختلفه، وفي الشيت وشكل الجداول عامل ازاي. كل دول بيشتغلوا مع البيم مانجر او الجلوبال بيم كوردينيتور وبينسق الكلام ده. بعد كده البيم مانجر او البيم كوردينيتور الاساسي هو اللي مسؤول عن انه ياخد الادوات دي ويعمل كل الكلام اللي احنا عنه، يكون فاهم نتوركينج. فبس ال جوه القسم مش شرط يبقى اسمه بيم كورنيتور، بيبقى بيم سبيشاليست، واحد فاهم في التول كويس قوي وده شغل في الموديلنج، وشاطر في انه بيعمل الفاميلز وهكذا. مش موجود، انت اللي بتعمل الكلام ده، انت اللي بتعمل الكلام. عشان كده احنا في البيم مانجر او البيم ستاندرد دبلومه بندي الكلام ده، يعني التمبلت لازم بنديها بالشكل ادفانسد، فاهمك، هو سيستم فاميليز اللي هو ده بالفعل، تاخد فاميليز من اول وجديد، تاخد نيفز وورك بشكل قوي جدا، يعني
لدرجه ان احنا بنعمل انيميشن بالفيزوال للبروجكت المراحل بتاعته كلها بروجكت سكادول. بعد كده بتاخد اي تي، ده مهم بمرور بالمراحل دي كلها، ولازم تفهم بيم كونسبت كويس. بيم اكزيكيوشن بلان يعني ايه؟ يعني ايه اي ار ومتطلباته، وديزاين البيم اكزيكيوشن بلان اكوردنج لمتطلبات المالك اللي جاي لك. ولما بتعمل بيم اكزيكيوشن بلان لازم تتوافق مع الستاندرد، ولما تندق التمبلتس تمبلت دي اكوردنج للستاندرد، ونيمينج كونفنشن اكوردنج للبيم ستاندرد، وهكذا. اوكي طيب سؤال كان فيه باشمهندسة الباشمهندسة كانت رافعة ايديها، تقدر تتفضل. اوكي الكوردينيتور بيم مانجر يعني عشان يبقى بيم مانجر اتليست 5-6 سنين شغال في المجال، في المجال نفسه. يعني انا في مصر هنا يعني كنا عاملين ايفنت، وبدون ذكر اسماء في حد جه وبيقول انا بيم مانجر، ودخل اتكلم في حاجات انا قمت وسبته، لقيته بيقول حاجات مش مظبوطه. طبعا في شباب كتير بتتبعه، شباب الصغير بالذات. يا جماعه ارجوكم اتقوا الله في المعلومه، اتقوا الله في المعلومه، ادرس المعلومه اللي انت بتديها وخد خبره وطبقها بايدك قبل ما تتكلم مع الناس، دي مهمه جدا. فالبيم كوردينيتور بيم مانجر عشان يشتغل ويبقى خبره اتليست 5-6 سنين شغال في مجاله، في نفس المجال. اوكي الناشونال بيم ستاندرد ولا البريتش ستاندرد؟ بص المسميات مختلفه ما بين الناشونال بيم ستاندرد والبريتش ستاندرد. اوكي الناشونال بيم ستاندرد برضو في حتى في الـ في الـ في الاكسبورت بتاع الريفت بيعتمد على الاي اي اي لايرز، لكن الدنيا راحة على البريتش ستاندرد. فانا شايف ان البيم ايزو هو ده اللي احنا بنشتغل عليه، هو ده اللي بنشتغل عليه، وبرضه بنعمل ايه كاستمايزيشن كده ونطوعه على حسب فكرنا. برضه احنا بنطوعه على حسب فكرنا احنا، زي ما هم قالوا. يعني انت لو فتحت البيم ستاندرد تلاقي هم قايلين الكلام ده صراحه، ان في دول ما ينفعش تطبق عليها الكلام ده، فبنعمل لها كاستم سوليوشنز. اوكي في باشمهندسه كانت عايزه تسال رفع ايديها، تتفضل. هو الباشمهندس المهندس اسامه العزايز يتفضل. باشمهندس اسامه تتفضل. باشمهندس اسامه اتفضل. اتفضل باشمهندس. الصوت معمول ميوت ولا ايه؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا باشمهندس أسامة. أهلا بحضرتك وجزاكم الله خيرا على المعلومات الرائعة. وإياكم الله يخليك. بس كان عندي بس كان سؤال كده، يعني أتمنى إن بس ما أطولش على حضرتك. اتفضل. بالنسبة حضرتك قلت البيم مانجر مينيمم خبرة 5 سنين في المجال. تمام. البيم كوردينيتور يبقى احنا كده بنتكلم ان البيم كوردينيتور في رينج من 2-3 مثلا. طب هو البيم مانجر قصدك يشتغل تايتل بيم مانجر، ولا هو واحد شغال عادي وعايز يبقى بيم مانجر؟ واوريدي مثلا الناس اللي هي مثلا بنتكلم من فريش جراديويت لغايه 5 سنين مثلا، بما بين بيم ستراكشر لبيم كوردينيتور حسب الجوب ديسكريبشن بتاعه في السنين دي. يعني انا بتكلم مثلا واحد مثلا خريج بلده 3-4 سنين، فبنتكلم ان هو مثلا هيبقى بيم اركتكت او بيم ستراكشر، هيبقى ويس. مثلا قد ايه عشان يبقى بيم كوردينيتور، وايه المتطلبات عشان يبقى بيم كوردينيتور ممتاز، وبعد ما يبقى بيم كوردينيتور برضو بعد كام سنه خبره يقدر يبقى بيم مانجر، وايه المتطلبات؟ طيب الاول حاجه، واحد فريش جراديويت اشتغل في مجال البيم، اوكي اشتغل كمعماري بينتج موديل واشتغل في وبرده في نقطه عايز اوضحها برضو، هل هو اشتغل في مكتب كيان صغير ولا كيان كبير وفي بيم ستاندرد وعندهم بروسيجرز وفاهم كويس قوي يعني ايه بيم ستاندرد؟ دي تفرق كتير. انما اشتغل في التول وهو كمعماري
واشتغل في البرودكشن او الوركينج والديزاين 3 4 سنين، طلع كام مشروع، فهو قدر يتقن التول كويس. يتقن التول بقى في مهارات بقى شخصيه بالنسبه له هو، يبقى فاهم التول كويس قوي، فاهم التول من وجهه نظر التكنيكال سبورت والكولابوريشن، مش مجرد واحد بيعمل موديل وبس. يعني ايه؟ يعني السوفت وير زي ما قلت هو فيه اكتر من حاجه بتخدم كل الايه المواقع او كل الاماكن. بمعنى ايه؟ يعني انا عندي في التول بستخدم الادوات اللي اقدر من خلالها اعمل موديل. طب الموديل ده البرزنتيشن بتاعه عامل ازاي، الشيطه بتبقى عامله ازاي، القطاعات عامله ازاي، التخانات ايه، الكتل القريبه والبعيده. في ادوات مسؤوله عن البرزنتيشن ده. في ناس كتير ما بتهتمش بالقصه دي، يهتم بان هو يرفع الموديل ويكون شاطر في الكتل وخلاص. لا، دي تول بتخليه اقرب منه لل التكنيكال سبورت والادجاستنج والبروجكت سيتنج والتمبلت سيتنج. انت كده بتتكلم قربت انك انت تبقى بيم كوردينيتور، وانت مسؤول عن انه انك تادجاست التولز اللي اليوزر اللي هو ممكن يتطبق على فرد او عدد من الافراد او ايا كان اليوزرز الموجودين في الكيان. فانت سلكت الحته دي. طب حته تانية، عشان امانج التيم، طب لما مانج التيم ده اعمل مانجمنت ايه الادوات اللي عندي على الموديل ورك فلو بتكلم او الريفت ورك فلو، يبقى انا فاهم ورك سيت كويس قوي، اقدر احط ورك سيت، اقدر اقسم الموديل لاكتر من حته، ودي كل واحد حته معينه يشتغل عليه واحط بيرميشنز، محدش يحط شغل التاني يخش على شغل التاني، وفي نفس الوقت امانج ما بينه. يبقى انت دخلت في الترابل شوتنج. لو واحد ما عنده مشكله هيلجأ له لما هو شاطر في الحته دي، يبقى انت مجموعه التولز دي انت شاطر فيها وبتقدر تنظم التيم، يبقى انت دخلت في سكه البيم كوردينيتور. بتقدر تعمل فاميليز وشاطر في الفاميليز وشاطر في البرزنتيشنز بتاعتها وتقدر تدي فيها وتعمل الكلام ده وحطه على سيرفر ويبقى مع بروجكت براوزر او فاميلي براوزر وتوضعه لليوزر، يبقى انت كده لقيت نفسك غصب عنك انت في سكه البيم كوردينيتور. اوكي، فدي الادوات اللي تاهلك انك تبقى بيم كوردينيتور كويس، لانك لازم تبقى فاهم تول كويس قوي. اوكي، قدرت بقى تاخد بروجرامنج معاها، ده ممتاز جدا. بتعمل ايه؟ الناس اللي عندك بتوفر لها تولز توفر وقت في الشغل. الحاجات اللي هي بتاخد وقت از ريبيتيتيف تاسك كتير ومتكرره، انت بتعملها برنامج مجرد ضغطه زر تعمل الكلام ده كله. ده مهم. يبقى انت كده اهلت نفسك وده وميزت نفسك عن بقيه البيم سبيشاليست اللي شغالين معاك، اللي هم حاطين فكرهم في الكتل والديزاين واخراج الموديل بكيفيته وهكذا. اوكي، لو قدرت مع التكنيكال سبورت وفهمت البرنامج بيشتغل ازاي، فهمت ترابل شوترز او ترابل شوتينج، فهمت سيت اب بقى، فهمت نتوركينج، ريفت سيت اب، الكلام ده كله، ريفت سيرفر، انت بقيت الكيرف بتاعك بقى اعلى من اقرانك، فبتدخل في سكه البيم كوردينيشن، بتدخل في سكه البيم مانجمنت. لذلك احنا اللي احنا عاملينه في البيم عندنا دبلومه وهي 130 ساعه بتؤهل. انا كل اللي عايزه من اليوزر يكون طلع لي مشروع واحد بس، يعرف ريفت اسينشال، ملوش دعوه بالباقي. تمبلت بياخد كل حاجه فيها، فاميليز بياخد كل حاجه فيها، بياخد انترودكشن تو بيم كونسبت في الاول بشكل كويس، ونيفيز وورك عشان الانيميشن بروجكت سكادول. لان خلي بالك برضه البيم مانجر از مانجيريال ليفل هو مسؤول عن البروجكت ورك فلو، مسؤول عن وقت اخراج المشروع او البروجكت سكادول، وبالتالي لازم يميت البروجكت سكادول او السكوب اللي محطوط اكسبكتد من البروجكت مانجرز. فانت لازم يبقى في لينك بينك وبين البروجكت مانجر، وفي نفس الوقت انت بتاخد المودلز دي كلها عشان تعمل ليها كلاش ديتكشنز وتعمل كوردينيشن والكلام ده انت كبيم مانجر، وتشوف الناس الورك فلو بتاعها شغال كويس ولا لا بالتعاون مع البيم مانجر علشان البروجكت سكادول. فبالتالي لازم تبقى فاهم التول دي كويسه قوي، بالاضافه للنتوركينج. لما تيجي تعمل بيم اكزكيوشن بلان لا تغفل عن السنترلايزيشن، لا تغفل عن اليوزرز وامكانياتها والفيرجنز بتاعت السوفت وير،
والموديل ورك فلو والتيم اللي عندك امكانياته قد ايه، موضوع كبير. علشان كده بالبلدي البيم مانجر او البيم كورنيتور مرتبهم اعلى من البيم سبيشاليست او اليوزرز، لان المسؤوليات عليهم اكتر. اوكي تمام. طيب بالنسبة لحتة البروجرامينج، المفروض أو نقدر نقول يفضل إن يكون مهندس البيم يكون عارفها، هل السي شارب بس يكفي ولا لازم يكون عارف بايثون عشان يعرف يشتغل على الداينامو، ولا لازم يكون برضو عارف في الاي بي ايز عشان يعرف يعمل ادون، ولا ايه المينيمم ريكويرمنتس بالنسبة له عشان يكون عارف بروجرامينج كويس؟ طيب هو سؤال مهم، سؤال مهم. بس ايه، انت خلطت كام حاجه في بعض، اللي هم ايه، سي شارب لوحدها لا تكفي. يعني السي شارب عايز اقول لك هو ايه، انت ما ينفعش تطلع الدور الثاني الا لما تاخد السلالم الاولانيه بتاعتك. طيب في تو تراكس انا عايز اتعلم، وده اللي احنا قلناه هنا، يمكن في هنا الاي بي اي، الاي بي اي عايز تتعلم تبقى ابلكيشن ديفلوبر او اي بي اي ريجيد ديفلوبرز. اوكي، دي ليها مسار. هل انت هتستخدم الداينامو ولا هتستخدم الريفيت اي بي اي؟ طيب عشان تستخدم الداينامو، الداينامو هو جرافيكال كمبيوترايز او جرافيكال بروجرامينج، عباره عن بيلدينج بلوكس كده، بتاخد دراج ودروب وتشد خطوط وبتاع طبقا لاساسيات معينه في البروجرامينج، وهو اسرع واسهل في التعلم. في نودز معينه بتيجي تقع فيها، فبتيجي تعمل كاستم ديفلوبمنت بالبايثون وتضيفها عشان ايه، تحل مشكلتك دي. طيب الطريق الاصعب بس الاقوى والاهم الريفت اي بي اي بروجرامينج. عشان ابقى اي بي اي بروجرامر على حسب السوفت وير، ممكن تكون اي بي اي بروجرامر على الكاد، على الاي بي اي بروجرامر على الاركي كاد او على الريفت، لازم تتعلم بروجرامينج لانجوج. فاذا السي شارب هي اساسيه عندك دلوقتي، دي الجراوند بيز اللي لازم تبدا بيها، مش لان هي ما فيش زيها. لا، السي شارب كلغه، قوه لغه البرمجه بتاتي من كم اللايبريز وكم الريفرنسز وكم اليوزرز اللي بيستخدموها على مستوى العالم، والسبورت اللي بيجيها من الشركات اللي بتعمل الاي بي اي. فمايكروسوفت بتعمل سبورت غير عادي للسي شارب. الام ال الماشين لانجوج الام ال داخله بقوه في السي شارب في السنه اللي فاتت والسنتين اللي فاتوا. مايكروسوفت بتطور الماشين لانجوج، الماشين ليرنينج سوري، وبالتالي داخله في قصه الارتفيشال انتليجنس. يبقى معنى كده كيرفها بيعلى عشان تنافس مين؟ البايثون. لما تيجي تتكلم عن اي اي ارتفيشال انتليجنس از ان جنرال يعني، يبقى البايثون. ليه؟ لان ليها لايبرز كتير وريفرنس كتير وهكذا. طب السي شارب، السي شارب ريفيت اي بي اي تقدر تاكسس بالسي شارب، الاوتوكاد، البريكس، غيره وغيره من السوفت ويرز اللي تقدر تستخدم، نيفيز وورك بتقدر تستخدم، الاكسل، الوورد تقدر بالاي بي اي من خلال السي شارب. يبقى لازم تتعلم سي شارب كويس، تتعلم دوت نت فريم ورك، اوكي، تعلم اوبجكت اورينتد بروجرامنج، اوكي، وبعد كده مع كل دول تبدا تطلع تاخد ايه. بنتكلم عن الاكس ام ال، بنتكلم عن الاي اف سي، وبعدين تاخد الريفت اي بي اي والاوتوكاد اي بي اي. ازاي تعمل اكسنج على الريفت داتابيز، وازاي تدخل ترسم بال اي بي اي على الريفت، ازاي تاد بلجنز على الريفت، وازاي تحل مشاكل بقى اليوزرز. لو انت عندك لو انت خريج جديد ودخلت في قصه البيم اوتوميشن ده كويس، بس ينقصك حاجه، خبره الشغل. فبالتالي لازم تستعين بحد عنده خبره، واجهته مشاكل يقول لك انا محتاج كذا وكذا وكذا وكذا، هو اللي بيوجهك. لكن لو انت قطعت شوط واشتغلت كمهندس انتج موديلز ومشاريع وقابلتك مشاكل، انت اقدر على حلها. فالاي بي اي بروجرامينج بتدي لك قوه في انك تحل المشاكل. فتبدا ازاي؟ تعلم سي شارب،
اوبجكت اورينتد دوت نت فريم ورك، وبعد كده بتاخد اكس ام ال حاجه اسمها لينك كويري علشان تقدر تكويري على كولكشن اوف داتا، وبعدين تدخل على الاي بي اي بقوه وتدخل على اوتوكاد اي بي اي بقوه، سواء ريفيت او كاد او غيره او نيفيز ورك حتى. يعني في ناس داخله معانا الاوتوميشن بتتعلم اوتوميشن علشان النيفيز ورك، هو بيعرف اي بي اي لريفيت بس الغرض الاساسي النيفيز ورك. فدي بتبقى انت طالما الكونسبت خدته تقدر تفتح اي اي بي اي لاي سوفت وير انت بتعرف تشتغل عليه، وتقدر تعمل اكسنج على السوفت وير ده وتعدل فيه وتغير فيه وتضيف عليه زي ما انت عايز. مهندس أسامة؟ أيوة فندم. أيوة تمام. في لسه في حد برضو هيتكلم، أظن عنده سؤال، أحمد السطيفي. وبس أنا أهلا بيك. حبيت أضيف حاجة إذا ممكن. اتفضل. وفي السؤال اللي الناس كلها، أيوة سامعين كويس؟ اتفضل يا فندم. أوكي، هو في سؤال اللي الناس كلها بتسأله عن إيه الرولز بتاع البيم مانجمنت، شنو هو الغول بتاع البيم مانجر، كيفاش او كومون يعني ازاي ممكن يتعلم البيم مانجر كل الحاجات دي اللي بتتكلم عنها. يعني مش معقول انه بيم مانجر يعرف يشتغل التولز تكنيك للموديلايزيشن، يعرف يعمل التمبليتس، يعرف يعمل السكريبتس الدينامو سكريبتس والاي بي اي بروجرامينج، يعرف يعمل الكلاسيفيكيشن والستاندردز. اتس نوت ا سبيشالست، اتس ا سوبر هيرو. فهنا السؤال، هو موضوع يمكن أنا متأكدة إنه السؤال ده سألك قبل كده كتير، فبتخيل إنه هنا اللي فرق، يعني البيم مانجر مش ممكن يكون بيم مانجر إلا بعد ما يكون عمل إكسبيرينس اللي تعدى فيها بمرحلة إنه أول ما يدخل لشركة جديدة عشان يشتغل فيها أو أول ما يجي له مشروع يعرف بالضبط إيه الحاجات اللي المفروض يجهزها من البداية. غير ده انه اوريدي يكون في عندنا ستاندردز وسنترلايزد تمبليتس اند لايبريز وكل حاجه يعني جاهزه، بس بالاكسبيرينس بتاعه بيعرف ايه احسن طريقه واحسن تولز وتكنيكس اللي لازم نتعامل بيهم كلنا، واحسن بروسيس للورك فلو. فبتخيل انه هو ده الفرق، الاكسبيرينس هي اللي بتخليه هو بيكون بيم مانجر، لا يمنع لازم يتعلم الحاجات دي ويمر عليها بشوية بشوية، بس طبعا كل حد حسب الاكسبيرينس بتاعه. يعني انا برضو برجع اقول انه انت قلتها اظن في كلامك في البرزنتيشن، لازم تكون عندك فكرة عن الاي تي، فكرة كويسة عن البروجرامينج، بس مش معناها انه انت هتعمل كل حاجة، بس لازم تعرف ازاي تتعامل معاهم. هو ده حبيت اقول، يعني اذا كلامي ده صح طبعا انا حبيت يعني ده ماي انترفنشن ده زي اللي انا فاهمه، فحبيت اشوف اذا كلامي صح اذا عندك اي تعليق عليه. طيب اوكي، هو كلام مظبوط طبعا ان لازم البيم مانجر يكون خبره، بس في سؤال، هل البيم مانجر اللي هو بقى بيم مانجر ويل بريبيرد لانه يمسك التايتل ده ولا لا؟ طيب هل هو اشتغل في شركات كبيرة؟ هل هو اشتغل في شركات كبيرة بتطبق بروسيس وعندها ستريكت ستاندرد وهو اشتغل عليه ولا لا؟ ولا هو قطع شوط من حياته اشتغل مثلا في شركة صغيرة او مكتب صغير وقطع خبرة في استخدام التولز، وبعدين باستخدام التولز بدأ يعمل ترابل شوتينج ويجهز تمبليت وتعمل ترابل شوتينج لليوزر، بس هل هو ده يقارن ده البيم مانجر او البيم كوردينيتور ده باللي اشتغل في شركات كبيره؟ هو ده السؤال. فبالتالي هل ده ويل بريبيرد؟ ده سؤال الخبره اللي في اي مجال في شغل هتشوفه. بس في حاجه ممكن نضيفها برضو، البيم مانجر عنده ثلاث حاجات، في عنده الاكسبيرينس وفي عنده البيرسوناليتي وفي عنده الليدرشيب. إذا ما فيش عنده الثلاث حاجات دول ما يقدرش يكمل. والبرسوناليتي هنا بقصد بها إنه well organized، إنه إنسان بيكون بيقدر يرتب الأمور ويبسطها في مخه بطريقة ويقدر يوصلها لغيره. فإذا ما كانش في عنده المقاومات دي ما يقدرش يكون بمانجر، صح ولا لا؟ أنا معاكي. هو أي مانجر ما ينفعش يكون مانجر إلا لما يكون عنده personality. ما هو مانجر يعني مانجر انا اقدر اليد اعمل
ابقى تيم ليدر، اقدر يكون عندي بروفيشنال اكسبيرينس في المجال بتاعي، اقدر اعمل سبورت اليوزرز. فدي مهارات شخصيه وسمات شخصيه في الفرد. فاللي شايف نفسه حابب يدخل في المجال ده يبقى ويل اورجانيزد او ويل بريبيرد، والباقي دي بتاعته هو. يعني حته البرسوناليتي مع ان هو يبقى از تيم ليدر، وفي كورسز للكلام ده. بس انا بقول ان المانجر هيز اوريدي بورن از ا مانجر. الناس كمدير منظم بيقدر يوصل للناس بشكل كويس، الناس بتحبه وتتعامل معاه، وبتعامل معاه لشخصيته وخبرته، ولما حد يلجأ ليه يبقى هو فعلا يعرف يوجد حلول. دي بيرسوناليتي. لكن ازاي هو prepared well prepared للتاسكس دي او للمهام دي، دي بترجع ليه هو، هل هو فعلا اتدرب كويس ولا لا. دي مهمة لازم بيبذل مجهود فيها. ويفضل طبعا انه يكون يعرف بروجرامينج، لكن مش هو اللي بيعمل كل حاجة طبعا. يعني لازم يكون عنده خلفية ويعرف في المجالات دي علشان يبقى عنده حلول. فاللي عايز اقوله ان مينلي في الشرق الاوسط اللي بيعملوا الكلام ده البيم كوردينيتورز. البيم كوردينيتورز هم لازم يكون قوي في التول، وهو النواة الأساسية للبيم مانجر. اوكي، فده اللي احنا بنتكلم عليه. لذلك البيم ستاندرد الكورس اللي احنا منظمينه، بننظمه لنأهل اليوزر انه يبقى قوي في التول وقوي في الادوات اللي تخليه بيم كوردينيتور وبيم مانجر. يعني نحط رجله على بدايه الكارير خاص بالبيم مانجر. الموضوع واسع وكبير، ولكن مفهوم في الشرق الاوسط زي ما قلت ان بيم مانجر وبيم كوردينيتور هم شغلهم واحد في الشرق الاوسط. بره هم عارفين البيم مانجر ده واحد في مانجيريال ليفل، مش هي جيت هير هاند involved في مين؟ في الـ Revit Tools مثلا أو الـ BIM Tools. أوكي؟ ف يعني أتمنى أكون وضحت الـ الأمور دي. في سؤال؟ هيكون كويس إن كلهم بيسألوا على الكورس اللي حضرتك عامله، اللي هو ال 100 ساعة ولا 130 ساعة ده، اللي إذا ممكن تديهم فكرة عن the next session. أظن في عندكم كورس جديد صح؟ احنا فعلا فاتحين التسجيل، وبدأنا فعلا الناس سجلت معانا وتواصلت في البيم كورس ده، هو 130 ساعة. احنا بنأهل الناس فيه اول حاجة، وطبعا باشمهندس عمر سليم معانا في شرف لينا كمحاضر، بيأهل اليوزرز الكونسبت بتاع البيم وفي الاول خالص، وبعد كده بنبدا ندخل بقى في التمبلت، ادجاستنج تمبلت بروجكت سيتنج، بكل ما اتكلمنا فيه التولز دي كلها سواء سيستم فاميلي او لودابل فاميليز. الفاميليز بنبداها فروم سكراتش تماما، لان احنا لينا وجهه نظر عايزين نوصلها. بعد كده بياخد ريفت داينامو، دي اضفتها في الكورس الجديد ده، بيتعلم داينامو وبعدين نيرفز وورك وبعدين اي تي. التوتال 130 ساعه. اوكي، طب يعني نحط لهم فاحنا اللينك. وفي بس سوري، في مهندس احمد ستيفي رفع يده، بس سوري مهندس احمد انه نسينا، اذا ممكن اوكي. تديله الباور. وفي مهندسة هيام زكي كاتبة بالفرنساوي برضو ليها سؤال. اوكي، في عندي قدامي واحد بس. ايوه، السلام عليكم. يا اسال. وعليكم السلام ورحمه الله. ايوه تفضل تفضل. الله يزيد تفضل. الله يزيد فضلك، وشكرا جزيلا للمنظمين وللاخت كوثر، يعني محاضره ناجحه برشا. الله يخليك المهندس اسامه هو المحاضر. نعم طبعا هو. يا الله الله فيكم. الله يعطيه العافيه ويبارك ان شاء الله بوقته وجهده. الله يخليك بارك الله فيك. المهندس اسامه نوه كثير والأخير حتى بالسمري، إنه نروح
اذا بدنا نطبق او اذا بدنا نقرا، خلينا نقول الستاندر ونروح على الايزو اللي هو جديد. طبعا سؤالي هلا بخصوص الايزو، هل هو اللي اصدر فيه ال 1960 50 اللي هو الجديد هلا المختص بالبيم، او اللي هلا عم يسموه انفورميشن مانجمنت ان جنرال؟ وطبعا في اكثر من ايزو، هو واحد مثلا بالاي اف سي، واحد للبي سي في البي سي اف. شو نصيحتك شلون نبدا فيهم بالترتيب حتى ما يكون عندنا يعني حتى او حتى تطلع القيمه الاقصى من قراءتهم؟ شو توجيهاتك لنا بقراءتهم؟ بشو نبدا وشلون تتابعهم؟ يعني هني اكثر من دوكومنت مثل ما تعرف. هو البيم ايزو الاخير هو كونكلوجن لكل ما سبق، اوكي؟ وهو ده بالظبط البيم ايزو، اللي هو ده الفاينل ستيج اللي هي خرجت از بيم ايزو، وبالتالي بمعنى انه يبقى ايزو يعني هو ايبل تو بي امبلمنتد فور ايفري وان اون ايرث، اوكي؟ ولكن هم نفسهم قالوا، يعني لما تفتح البيم ايزو هتلاقيهم بيقولوا ان في بعض الدول، واضح ان هي طبعا في الشرق الاوسط، يعني ان هم بيعملوا لهم كاستم سوليوشنز، اوكي؟ كاستم سوليوشنز ان برضو في الدماغ بتبقى مؤهله لطريقه معينه، اوكي؟ فبيعملوا لهم كاستم سوليوشنز. فدي مهمتنا احنا، مهمتنا ان انا بدخل على الكيان بعمل اوفرول اسسمنت واشوف الكيان ده هل هو فعلا ينفع اطبق فيه البيم ستاندرد بالنيمنج كونفنشن الخاصه بالبيم ايزو، بالبروسيس الخاصه بالبيم ايزو، ولا اعمل له كاستم سوليوشن. وفي الاغلب احنا بنعمل كاستم سوليوشن، ولكن في النهايه الفاينل برودكت احنا برضو بنؤهله في البروسيجرز ان هو ياخد البيم ايزو، لو جم الناس بتوع البيم ايزو يدوا له الايه السيرتيفيكيت. اوكي، شكرا يا سيدي، واضح. الله يعطيكم العافيه. الله يخليك، الله يخليك باشمهندس. طيب باشمهندسه كانت بتقول بالفرنساوي، انا مش عارف طبعا باشمهندسة شكون مين؟ في باشمهندسة هيام زكي بتقول ايه؟ بالفرنسية اه، ما شفتش حد بالفرنسية. بص يا جماعة، دي ال يا جماعة، فما أي حد عنده سؤال بارابور للونج، معناها أي حد عنده مشكلة في اللغة؟ انا في فور ايفري وان هرفع لكم الصفحه بتاعه الاي بي دي ام جروب، عليها اللينك الخاص بالبيم ستاندرد كورس وكل تفاصيله باللينك بتاع البي دي اف وكل حاجه. مين كتب بالفرنش؟ اه دي باشمهندس كاوس. اوكي، في سؤال، طب انا هاخده كوبي وارجعه تاني لحضرتك. Madame Riam Zaki, ce n'était pas une question. Il ne faut pas être spécialisé, c'est tout. C'était une remarque. Il y a juste d'être à dire le kalam li ana qultou. Le BIM manager, مش ضروري يكون يتعلم كل حاجة بالتفصيل. مش ضروري يكون specialist يعني في كل حاجة. هو ده الكلام. آه. لا بس يفضل طبعا يكون فاهم نتورك. أصل برضو معنى أن أنا أكون مسؤول يبقى لازم ادي المعلومه صحيحه. لو انا مش فاهم اي تي او مش فاهم هاردوير او مش فاهم الكونسبت بتاع ده، واخد قرار مثلا ان انا هعمل ابجريد للاجهزه عشان السوفت وير الجديد ده، طب اذا لك ان تتخيل التكلفه اللي هتكلف الشركه بيها، في حين ان ممكن يبقى في حلول ثانيه. فده اللي اقصده، يعني ده جانب مثلا. اوكي؟ فيفضل يعني يفضل طبعا يبقى اوير بحاجات كتير. ده البيم مانجر. اوكي، طب معلش انا عايز اقول، هل اللغه كانت واضحه؟ ايوه، اللي بالنسبه لجماعه في شمال افريقيا، تونس والجزائر والمغرب، وانا ليهم عزه خاصه عندي. عبد الوهاب جنيش قال انه فما حتى مشكله، اللغه واضحه تمام. ريام زاده قال تمام، ان شاء الله الناس الكل. انا على فكره يعني انا سامحوني نتكلم بالمصري كي نلقى قدامي مصري، انا يعني من غير سبونتينيس، يعني الموضوع تلقائي جدا اني انا بتكلم معاكم مصري، يمكن مع عيشتي برا
يعني ما عشتش بس في تونس وخلطت كتير مصريين، ف it's very spontaneous يعني. سامحوني توانسة إذا نبدل الديالكت من غير ما نقصد معناها. بس هي ممتازة. ميرسي أنا بوكو، عايز أقول حاجة، إن تفضل. الممثلين التوانسة في مصر، أنا بستغرب بيتكلموا مصري كما لو كانوا عايشوا في مصر، هم في منهم كتير معشوش في مصر، لكن بيتكلموا لهجة مصرية أنا بستعجب. لا لا، وعندنا احنا التوانسة بنعجبك، بنتعلم بسرعة. عندنا We adapt very fast بصراحة. قريبنا متجوز تونسية، وانا بقعد احيان كتير ما بقاش فاهم حاجه، وهو احيانا بيترجم، بس بدات بقى خلاص بقت تتكلم مصري دلوقتي كويس قوي. صح، فيعني هي ميام قالت تقصد. لك بالظبط كده. انتوا المصري لغة عالمية بالنسبة لينا، يعني احنا بنتفرج عليكم من صغر يعني. فدي بالعكس، احنا لما نحب نقول نكتة حلوة بنقولها بالمصري يعني. انا واجهت كان في شركه بعمل ففي لها شغل الآخر في السعوديه، والاخ السعودي بيتكلم معايا ومتاثر جدا جدا بعادل امام، فيعني بيقول لي ده ممثلي المفضل يعني، دايما قفشاته معاه. فهو أنا المسلسلات والافلام نشرت